نهاركم سعيد ان شاء الله ويومكم جميل باذن الله، واهلا بكل حضراتكم وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. اكيد كالعاده هنتكلم مع حضراتكم في كل كبيره وصغيره متعلقه بالنادي الاهلي في مشواره المحلي وكمان الافريقي طبعا، الى جانب فقرات الاستضافه. فان شاء الله حضراتكم تسعدوا معانا يعني من خلال متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده. صباح الفل عليكم وصباح الفل عليك يا نهى. صباح الفل والهنا يا كريم، صباح الفل والهنا عليك، صباح الفل والهنا على حضراتكم جميعا، ويوم جديد و10 الصبح في الاهلي. خلينا ننوه بالفقرات اللي معانا النهارده. خليني اقول لحضراتكم، فقره اولى هيكون معانا ابطال مصر لكره القدم الشاطئيه. الرياضه دي اتكلمنا عنها كتير قبل كده يا كريم، وكره القدم الشاطئيه مش من الرياضات اللي كانت يعني لها باع كبير او اللي هي الناس كانت بتاخدها حتى على محمل جدي قوي، لكن عايزه اقول لحضراتكم ان مصر عامله باع كبير او عامله شغل محترم جدا في هذه الرياضه تحديدا. الفقره الثانيه هيكون معانا الاستاذ احمد اشرف الناقد الرياضي، ملفات كتيره جدا طبعا اهمها الملف الخاص بكره القدم والنادي الاهلي والماتشات المنتظره. والنهارده اكيد عندنا كمان ماتش مهم جدا. طبعا طبعا النهارده ان شاء الله ماتش الاهلي امام سيراميكا الساعه 9:30 مساء على استاد القاهرة، وطبعا دي واحدة من المباريات المؤجلة من الجولة 27 لبطولة الدوري الممتاز. امبارح الفريق أدى ميرانو الختامي، وعقد كمان مستر مارسيل كولر محاضرة بالفيديو مع كل اللعيبة وكلم معهم عن الجوانب الفنية والخططية. أدى الحراس تدريباتهم، كمان ابتدى حمدي فتحي برنامجه التأهيلي بعد شكوى من آلام في العضلة الخلفية، نفذ بعض التمرينات تحت طبعا إشراف الجهاز الطبي. وبالمناسبة الدكتور أحمد أبو عبل رئيس الجهاز الطبي للفريق قال إن حالة اللاعب مطمئنة وإنه هيخضع لبرنامج تأهيلي مصغر لتجهيزه لمباراة الوداد المقرر لها يوم 4 يونيو إن شاء الله طبعا في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. طبعا اللاعب كان أجرى أشعة على العضلة الخلفية وجاءت النتيجة مطمئنة إلى حد كبير، وإن شاء الله يعني يعود بالسلامة في قريب العاجل بإذن الله. طيب دي مباراة مهمة، دي مباراة مهمة جدا زي ما قلنا لحضراتكم قبل كده، مباريات الدوري كلها مهمة لحد لما بتقدر ان انت توصل لمعدل النقاط اللي تخليك تلعب بشكل خلينا نقول مرتاح عن باقي الماتشات او باقي ماتشات البطولة. احنا داخلين الماتش ده خلينا نقول النادي الاهلي متصدر طبعا مثبت الدوري الممتاز بكم نقطة، ب 59 نقطة تحديدا من اجمالي 23 مباراة خاضها في المسابقة حتى هذه اللحظة. طيب المباراة دي هتكون الاخيرة قبل ان شاء الله المواجهة بقى الأساسية والأهم والأكبر، مش أكبر من الدوري ولكن الأكبر في مشوار طبعا الأهلي في بطولة إفريقيا، بنتكلم نهائي دوري أبطال إفريقيا. وبالطبع عندنا غيابات، عندنا للأسف الشديد كذا غياب، لكن الجهاز الفني والجهاز الطبي شغال خلينا نقول على اللعيبه عشان كلهم يستعدوا او يستعيدوا مره ثانيه لياقتهم. اي قرار بقى هيخص اي لاعب ان هو ما يلعبش او يلعب ده بيخضع لمصلحه اللاعب في الاول وفي الاخر طبيا وفنيا، والناس والجماهير يا كريم متفاهمه ده جدا، يعني ما ينفعش حد ولا عمر حد من الجماهير ابدا كان بيتدخل في ان لا اللاعب ده محتاجينه حتى لو عنده اصابه، الكلام ده عمره ما بيحصل، دايما بنبقى او تبقى الكلمه الاخيره طبعا للجهاز الطبي والجهاز الاداري والجهاز الفني. الاهلي طبعا لو احنا هنتكلم هو بيحافظ على لعيبته، بيحافظ على رجالته في الملعب، ما يقدرش ان هو يجازف باي لاعب شعر باصابه او ارهاق او تعب، وزي ما كمان النادي طمنا امبارح او تحديدا عن علي عفوا على حمدي فتحي قدر كمان ان هو يطمنا على الشناوي، لان ناس كتيره كانت قلقانه، ناس كتيره كانت عايزه تعرف الشناوي وضعه ايه، علي لطفي وضعه ايه، يعني هم بيكملوا تنفيذ دلوقتي البرنامج التاهيلي خليني اقول لحضراتكم الخاص بيهم وعشان يتم تجهيزاتهم للمشاركه في المران الجامعي. ده بالنسبه للعيبه عندنا. طيب بالنسبه لبرده الجهاز يعني عندنا طمنا على اللعيبه اول باول، وهو قال كده في تصريحات مختلفه الجهاز الطبي، قال انا كل ما هيكون في جديد في هذا الملف يعني هيعرضه على حضراتكم غير بيانات مختلفه للنادي الاهلي، لان الكلام كتير يعني ناس كتير تطلع تقول لك على فكره الشناوي مش هيلعب، على فكره علي لطفي اللي نازل، لا 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 ده مصطفى الشوبير، انا الكلام ده عمال اسمعه بقالي يومين على السوشيال ميديا وعلى المواقع. بس ده العادي النزعه اللي عند كتير من الجماهير، كل واحد عنده رؤيته وعنده تشكيل وغير جماهيرك، خلي بالك وغير جماهيرك طبعا. فالكلام كتير زي ما بقول لحضراتكم، اي حاجه جديده في هذا الملف بيكون في خلال او من خلال بيان بيصدر عن الجهاز المعني عندنا هو الجهاز الفني والجهاز الطبي. بالمناسبه كمان خليني اقول لحضراتكم، امبارح اعلنت رابطه الانديه المحترفه المصريه اختيار قفشه رجلا للجوله ال 22 بعد ما سجل هدف في شباك طلائع الجيش، اعتقد ده برده يعني خبر يسعدنا جدا. قفشه من اللعيبه عندنا الثقيله اللي قدمت كتير جدا للنادي الاهلي، واعتقد لسه قدامها كتير عشان تقدمه للنادي الاهلي، فمبروك صاحب القضيه ممكن واللاعب طبعا اللي ده تاريخ خلاص مش هينتسى يعني. لا من اللعيبه اللي فعلا ليهم لمساتهم الساحره وعنده من الفنيات ما يكفي لامتاع الجماهير، وبالذات لما يكون نازل اي ماتش من دول وهو فايق بالمعنى الحرفي للكلمه.
طيب عايزين بقى نروح معاكم لخبر تاني، لسه طبعا اصداء فوز سله النادي الاهلي ببطوله افريقيا للانديه والتاهل الى كاس العالم للانديه ابطال القارات ما زالت مستمره حتى هذه اللحظه. امبارح وصل الفريق الحمد لله بالسلامه الى القاهره، طبعا كابتن محمود الخطيب كان حريص على انه يستقبل البعثه، وكان معاه العمري فاروق نائب رئيس النادي والاستاذ خالد مرتجي امين الصندوق وخالد العوضي مدير النشاط الرياضي، اللي الحقيقه يعني كانوا كلهم في حاله من السعاده اثناء الكابتن محمود الخطيب على الاداء المتميز اللي قدمه الفريق على مدار مباريات البطوله كامله وصولا الى النهائي وطبعا والتتويج باللقب الافريقي عن جداره وعن استحقاق. اشاد كابتن محمود الخطيب بالروح العاليه لكل اللعيبه واصرارهم على الفوز واصرارهم على اسعاد جماهير النادي الاهلي وتقديم صوره مشرفه للنادي وقد كانت الحمد لله. بص احنا بنتكلم عن سلة الاهلي ولازم كمان نتكلم شوية او ندي الاسباني جوستي بوش يعني حقه بصراحة، هذا الرجل اللي قدم كتير جدا والمخضرم اللي قدر ان هو مع الفريق او الفريق قدر معاه ان هو يحقق 9 ألقاب حتى هذه اللحظة. بالمناسبة برضو يا كريم الموسم الحالي هو حقق يعني 4 ألقابه تقريبا، لقب دوري السوبر، دوري المرتبط، كاس مصر، الدوري الافريقي لكرة السلة، انجازات كتيرة جدا تحقق مع جوستي بوش المدير الفني. كان ليه تصريحات كمان اتكلم فيها عن النادي الاهلي وقد ايه هو فخور يعني ان هو بينتمي لهذا الكيان الكبير واللي بيمتلك تاريخ كبير جدا مش بس في كره القدم بل في كل الرياضات المختلفه. هو قال كمان واتكلم عن دعم الاداره ليه وقال لدينا الدعم لتجميع افضل فرق ممكن او فريق ممكن عفوا، فهناك 6 أو 7 لاعبين صنعوا التاريخ مع منتخب مصر يعني، ولدينا ايضا عناصر مميزه في الفريق. اتكلم كمان عن التتويج بالدوري الافريقي مع الاهلي وقال كده الفرق المنافسة في البطولة كانت على أعلى مستوى وخرجنا كمان بفوز كبير. أعتقد أن مستوى كرة السلة هذا الموسم في البطولة كان أعلى بكتير جدا. الملخص خلينا نقوله أن لما فعلا يا كريم تتكلم عن هذا المدرب المخضرم جدا جوستي بوش، هو مدير لديه العديد من الخبرات، ذكي جدا بالمناسبة على المستوى الفني وعلى كمان المستوى الشخصي، عنده كاريزما قوية جدا، ناس كتيرة جدا بتحبه من الجماهير، يعني دي كلها صفات أعتقد بتتجمع في كيان أو تتجمع في زي ما تقول خلطة كده الإنسان الناجح عامة، مش بس المدرب الناجح واللاعب الناجح. خلينا نشوف جوستي بوش تحديدا قال إيه في هذه التصريحات ونرجع نكمل. فزنا بهذه البطولة الصعبة والعنيفة لأن كل مباريات القاهرة كانت صعبة وأيضا مباريات رواندا حيث واجهنا 3 خصوم أقوياء وخصوما جسديا، ولكن في النهاية لاعبي الأهلي وجدوا الطريقة للمنافسة والفوز باللقب. أظن أن من ثقافة جمهور الأهلي أنه دائما ما يبحث عن البطولة القادمة ولا يعطي نفسه وقتا ليحتفل بما تم إحرازه من بطولات، وهذا شيء جيد ويضعنا دائما في تحد، ولكن أظن أيضا أننا بذلنا الكثير من الوقت والجهد لإحراز هذا النصر والكأس الغالية، ولهذا سنحتفل قليلا مع جمهورنا الذي أحيانا لا نتواصل معه أثناء المباريات، ولكن نشعر بنبضهم من خلال الشارع ومواقع التواصل الاجتماعي، نحن فخورون بهم جدا ونسعى دائما للتواصل معهم وإرضائهم. سعيد جدا بمستوى المحترفين وانسجامهم مع الفريق بسرعة كبيرة، ليس من السهل لمحترف في وقت قصير أن ينسجم ويتواصل جيدا مع باقي أعضاء الفريق، ولكنهم أدوا أدوارهم جيدا وذلك بفضل مساعدة اللاعبين المصريين لهم، وبالفعل قام نوديان كوري بالانسجام مع الفريق في وقت قصير واستطعنا استدعاء خدمات مايكل تومسون والذي يعرف الفريق جيدا منذ الموسم السابق وكان لهم دورا كبيرا مع الفريق. لجمهور الأهلي أنا سعيد جدا أننا أحضرنا هذه البطولة الغالية لكم وأسعدناهم حقا بها، أتمنى في المستقبل إحراز العديد من البطولات وإهدائها لجمهور الأهلي. منتخب مصر الأول للسيدات لكرة السلة 3-3 سافر بسلامة النهاردة إلى فيينا عاصمة النمسا طبعا استعدادا للمشاركة في بطولة العالم خلال الفترة من 30 مايو حتى 4 يونيو بمشاركة 20 منتخب تم تقسيمهم على 4 مجموعات وبتضم كل مجموعة منهم 5 منتخبات، ويعني برضه عشان تبقوا حضراتكم متابعين بيتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية مع ألمانيا واليابان وبولندا وأستراليا، وطبعا بنتمنى لهم أكيد كل التوفيق.
امبارح كمان يا كريم اعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقياده طبعا فيتوريا اسماء القائمه المبدئيه، بنتكلم للاعبين المحترفين طبعا استعدادا لمعسكر شهر يونيو اللي هتخليه هنا او يعني هيتخللوا تحديدا مباراتين. عندك الاولى يوم 14 يونيو امام غينيا لو انا مش غلطانه في الجوله الخامسه، وبعد كده طبعا من التصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه، وعندك المباراه الثانيه امام جنوب السودان في لقاء ودي هتكون يعني باستاد القاهره يوم تحديدا 18 يونيو. طيب هتضم القائمه مين؟ للناس كتيره كانت منتظره تعرف القائمه زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي، عندك محمد صلاح، عندك احمد حجازي، محمود حسن تريزيجيه، ومصطفى محمد، وعمر مرموش، واحمد حمدي، وسام مرسي. بالتوفيق ليهم ان شاء الله، اسماء كلها كبيره كريم، نتمنى ان هم يقدموا افضل ما لديهم مع المنتخب باذن الله، وبصفه خاصه لان كل واحد فيهم على حده عامل يعني كل اللي عليه وزياده مع الفريق اللي هو بينتمي ليه، فمن باب اول احنا مستنيين نشوف منهم يعني الجمال كله ان شاء الله اثناء مشاركتهم مع المنتخب باذن الرحمن، وطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. برضه عايزين نعرف حضراتكم ان لجنه الحكام بالاتحاد الافريقي كاف اعلنت عن قائمه حكام مباريات بطوله كاس الامم الافريقيه تحت سن 23 سنه في المغرب، وضمت القائمه من مصر كلا من محمود ناجي حكم ساحه، سامي هلهل حكم مساعد، محمود عاشور حكم فيديو، والبطوله دي هتقام في المغرب خلال الفتره من 24 يونيو الى 8 يوليو. برضو نفكر حضراتكم بنتيجة القرعة، المجموعة الأولى بتضم المغرب وغانا ومنتخب الكونغو وغينيا، المجموعة الثانية بتضم مصر ومالي والكاميرون والنيجر، وهيتأهل طبعا أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كأس أمم أفريقيا تحت سن 23 سنة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. بنتمنى لهم كل التوفيق، وطبعا منتخب مصر في رصيده حتى هذه اللحظة 9 نقاط بعد الفوز على ملاوي برباعية ليتصدر المجموعة الرابعة بالتصفيات، بينما يأتي منتخب غينيا في المركز الثاني بنفس الرصيد، يليه منتخب إثيوبيا في المركز الثالث ب3 نقاط فقط، ثم ملاوي في المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد. سريعا جدا عايزه برضو ادي فكر حضراتكم عن انطلاق بطوله العالم للتايكوندو 2023، بتكلم بمشاركه هنا 950 لاعب من 144 دوله، حاجه كبيره جدا او يعني احتفاليه رياضيه كبيره جدا طبعا. يعني اعتقد ان كويس جدا ان مصر كمان بتشارك فيها وفي فريق واحد من اللاجئين بالمناسبه، اعتقد ده برضو امر محترم جدا طبعا. يا كريم طبعا. مصر بتخوض للمنافسات منافسات هذه البطوله ببعثه مكونه من 12 لاعب ولاعيبه، امبارح كان في اجتماع مهم جدا برضو واتفقوا على ان يكون في مدينه او اختيار مدينه ووشي الصينيه كمضيف لبطوله العالم للتايكوندو لعام 2025، على ان ان شاء الله برضو يعني بالامارات المتحده هتكون استضافه بطوله العالم للتايكوندو برضو 2025، فاعتقد برضو بطوله مهمه جدا ان انت تشارك فيها، كل التوفيق لمنتخبنا. كنا بنتكلم معاكم الفترة الأخيرة وبشكل مكثف عن فكرة السياحة الرياضية وفكرة أن مصر مؤخرا بسم الله ما شاء الله عاملة شغل ممتاز على هذا الصعيد وأحسنت استضافة فعاليات كتير من البطولات العالمية، وكلمنا على أن احنا عندنا من المناطق السياحية ما يكفي لإبهار الحضور وكل المشاركين في أيا كانت البطولة اللي احنا بنتكلم عليها. امبارح بالمناسبة كان ختام سباق سوما باي للتحمل في منطقة سهل حشيش في الغردقة بمشاركة 1000 متسابق من 30 دولة مختلفة. المنافسات ضمت 5 سباقات مختلفة، الأول اللي هو السباق الأولمبي وبيكون من 1.5 كيلو سباحة و 40 كيلو دراجات و 10 كيلو جري، السباق الثاني اللي هو السوبر سبرنت بيتكون من 750 متر سباحة 20 كيلو دراجات و 5 كيلو جري، السباق الثالث 10 كيلو جري والسباق الرابع 5 كيلو جري والسباق الخامس والأخير هو 1 كيلو جري للأطفال، وبرضه كانت حاجة لطيفة جدا إن يكون في مساحة لمشاركة الأطفال في هذا السباق. طبعا كل الكلام ده بيحصل ومصر بتعمله في إطار نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع وجعل الرياضة أسلوب حياة بالمعنى الحرفي للكلمة، وطبعا تشجيع كافة المواطنين على ممارسة الرياضة من خلال الفعاليات المختلفة، وعشان كده مصر بتستضيف سلسلة من الفعاليات الرياضية والأحداث والمهرجانات الدولية المختلفة نظرا للمقومات والإمكانيات الكبيرة اللي بتتمتع بيها، وعايزين نشوف في مصر في بلدنا نجاحات أكتر وأكتر كمان إن شاء الله الفترة اللي جاية.
دي نقطة مهمة، وكمان اختيار سوما بي اعتقد يا كريم طبعا مكان ممتاز طبعا جدا طبعا. من الاماكن الحلوة عندنا جدا في مصر، يمكن ما كانتش من كام سنة واخدة البروباغندا الكبيرة زي الجونة واماكن مختلفة طبعا، وزمان شرم الشيخ، بس سوما بي حاليا هي تقريبا المنافس الوحيد للجونة، صحيح. يعني ناس كتير ممكن ان هي تكون بقتش تروح الجونة وبقت تروح سوما بي اكتر، وغير الاجانب اللي هناك باعداد كبيرة جدا طبعا، فمكان او سبوت سياحي رائع جدا في مصر عندنا. بالنسبة بقى لاعبه منتخبنا الوطني اللي بيتكلم للبارا ترايثلون، امبارح توجوا باربع ميداليات، 3 فضيات وبرونزيه واحده، حاجه كانت محترمه جدا بصراحه. بتكلم عن بطوله افريقيا للبارا ترايثلون اللي اقيمت منافساتها بمدينه هنا برضو شرم الشيخ، من المدن عندنا طبعا السياحيه الجميله جدا. طيب مين بقى اللي فاز بالميداليات؟ اسلام ابو زيد فضيه، اسلام حافظ فضيه، اسلام ابو علي فضيه، مش عارف ايه اسلام حمزه ما خدش حاجه ده مش عارفه اسلام معاه كتير قوي، بس ما الف مبروك طبعا. وعندك برضو هيثم عادل برونزيه، شارك في البطوله منتخبات زي عندك المانيا وايطاليا والبرازيل وبولندا، يعني كانت منافسات شرسه ومنافسات قويه جدا طبعًا. يعني هنقول بالتوفيق في اللي جاي، بس سو فار بجد محققين شغل محترم جدا، مبروك على هذه النجاحات اللي بتحقق في كل تقريبا رياضات المصرية عندنا. طيب نروح بقى نتعرف مع حضراتكم من خلال هذا الفيديو جراف عن حالة الطقس ودرجات الحرارة النهاردة في محافظات مصر المختلفة، ونطلع بعديه فاصل ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. طيب رجعنا لحضراتكم، وحابين ان احنا نوجه في البدايه قبل ما نستكمل اخبارنا خالص التعازي للمهندس ابراهيم العرجاني في وفاه المغفور لي يعني شقيقه الحاج جمال العرجاني، وكمان النادي الاهلي وشركائه وشركاء المنشات والخدمات والانتاج الاعلامي كره القدم بتتقدم للمهندس ابراهيم العرجاني رئيس شركات العرجاني، والشريك اكيد الاستراتيجي لمجموعه شركات الاهلي بخالص العزاء، داعين المولى عز وجل ان هو يتغمد الفقيد واسع رحمته، يعني الله يرحمه طبعا. واكيد ده كان واجب على النادي الاهلي ان هو دايما بيهتم ودايما بينعي اي كيان، مش بس اي حد له شراكه مع النادي الاهلي كالعاده. هو يعني احنا دايما لما بنتكلم عن النادي الاهلي وكل منسوبيه وكل اعضائه وكل جماهيره وكل من هو متعامل مع النادي الاهلي، كل ده بيشكل قوام اسره واحده، فمن هذا المنطلق طبعا بطبيعه الحال كان لازم يتقدم النادي الاهلي وكل يعني من يعني ينتمي لهذا الكيان بخالص التعازي. طيب عندنا نروح بقى اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه زي ما احنا متعودين، ومراسلتنا العزيزه جدا هنا ابو القاسم. يا هنا بونجور عليكي، صباح الهنا، وانت دلوقتي موجوده في مقر النادي الاهلي طبعا بالجزيره، وعند يعني دولاب البطولات بتاعنا اللي ان شاء الله دايما بيبقى فيه مزيد ومزيد من الاضرع والبطولات. خلينا بقى نعرف منك، اتفضلي. الناس بتتصور وراك اهي لحد دلوقتي لسه في الساعات الباكره كمان. صباح الخير عليك يا نهاوند، وطبعا عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلتي طبعا يا نهاوند، احنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره هننقل لكم بقى كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وكمان طبعا الفريق الاول لكره القدم. زي ما انت قلتي طبعا الباك جراوند المميزه داخل طبعا مقر النادي الاهلي بالجزيره، وتاريخ طويل مليء طبعا بالبطولات والانجازات في اعظم نادي في الكون طبعا النادي الاهلي. خلونا بقى نبدا اخبارنا النهارده والبدايه مع الفريق الاول لكرة القدم. النهاردة طبعا الفريق هيكون عنده مباراة أمام فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة هتكون الساعة 9:30 مساء، هتكون على استاد القاهرة. طبعا دي بقى مباراة مؤجلة من الأسبوع 27 من بطولة الدوري. الفريق طبعا مركز بشكل كبير جدا الفترة دي في بطولة الدوري، بيحاول على قد ما يقدر ان هو يجمع طبعا كل النقاط عشان بقى يستمر في الصدارة. يعني الفريق كان اختتم استعداداته أمس لمباراة، النهاردة كان عندهم طبعا مران على ملعب التتش هنا بمقر النادي الاهلي بالجزيره. تجمع الفريق كان الساعه 5 والمران كان الساعه 6. خلوني بقى كمان زي ما عودتكم طبعا انقل لكم اكتر عن مران امبارح. كالعاده بقى مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق كان حريص على عقد محاضره فنيه بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، طبعا بقى عشان يحدثهم عن بعض الامور المتعلقه بمباراه النهارده وكمان بعض النقاط طبعا الخططيه لمباراه اليوم. بعد كده بقى قام الفريق طبعا بعمل فقره طويله شويه من الاحماء، وبعد كده
بعض التدريبات الفنية بالكرة، وطبعا بقى الخططية استعدادا لمباراة النهاردة. كمان بقى طبعا واصل الحقيقة الحارسين طبعا محمد الشناوي وكمان علي لطفي برنامجهم التأهيلي، وطبعا كان في طبعا أخبار سارة جدا لكل جماهير النادي الأهلي، وانه خلاص في خلال أيام إن شاء الله بقى تاني هيعود كابتن محمد الشناوي طبعا حارس النادي الأهلي وكابتن الفريق للتدريبات الجماعية، إن شاء الله بقى هيلحق بنهائي دوري أبطال إفريقيا. بعد بقى انتهاء المران طبعا دخل الفريق في معسكر مغلق استعدادا لمباراة اليوم. بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق. نادي الأهلي متصدر جدول الترتيب ب 59 نقطة، إن شاء الله بقى النهاردة كمان هيضيف 3 نقاط جداد ويكونوا 62 نقطة ونعزز صدارتنا لجدول الترتيب. يعني ده فيما يخص أخبار الفريق الأول لكرة القدم. طبعا بقى ما ينفعش أكيد نعدي اللينك النهاردة من غير نبارك ونهنئ رجال كرة السلة طبعا بعد تحقيقهم لبطولة أفريقيا للأندية بطولة البال. عملوا الحقيقة بطولة مشرفة جدا طبعا بتؤهلهم لكأس العالم للأندية. الحقيقة كانوا في جميع المباريات بيفوزوا وبيقدموا أداء رائع طبعا، والحقيقة إنهم خلاص بقوا ملقبين بالدريم تيم. فطبعا بستغل وجودي طبعا في قناة النادي الأهلي وببارك لهم أكيد وبضم صوتي لكل جماهير الأهلاوية. بنتمنى لهم طبعا مزيد من التوفيق. يعني ده فيما يخص أخبار الفرق الرياضية. كمان خلوني بقى أنقل لكم الأجواء طبعا زي ما عودناكم دايما. درجة الحرارة دلوقتي داخل النادي 26، الأعضاء متواجدين في النادي منذ ساعات في حالة طبعا من النشاط كالعادة، الأعضاء متواجدين. ويمكن زي ما قلت قبل كده الأعمار السنية خلاص بدأت تكون يعني مختلفة، صغار وكبار كل الأعمار، لأن طبعا أجازة آخر السنة خلاص بدأت في عدد من المراحل، يعني في حالة بقى من النشاط والطاقة الإيجابية داخل النادي، وكمان في سيولة مرورية جيدة في الطرق المؤدية. كمان بقى خليني أقول لكم طبعا إن حديث الساعة داخل النادي الأهلي طبعا هو بقى افتتاح فرع النادي الأهلي بالتجمع اللي هيكون يوم الخميس القادم. طبعا الاستعدادات على قدم وساق، الكل طبعا بيستعد، ويمكن الأعضاء كمان متحمسين، يعني إنجاز جديد بيحققه طبعا مجلس إدارة النادي الأهلي والفرع الرابع للكيان العظيم طبعا كيان النادي الأهلي. كلنا بقى منتظرين أكيد يوم الخميس القادم. يعني دي كانت أبرز أخبارنا النهاردة طبعا معاكم. لو عندكم أي استفسارات، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. تغطية أكتر من رائعة كالعادة يعني منك يا هنا، مشكورك جدا عليها، شكرا ليكي. أكيد هيبقى يوم حلو واحتفالية ضخمة يعني طبعا افتتاح الفرع الجديد إن شاء الله كل أعضاء يسعدوا ويفخروا بهذا الإنجاز الجديد. تعالوا بقى نروح شوية لليفربول، وإمبارح اتعادل ليفربول مع ساوثهامبتون بنتيجة 4-4 في الجولة 38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي. محمد صلاح للأسف لم يوفق في التسجيل، لكن وفق في صناعة الهدفين الثالث والرابع. كده كده المباراة دي كانت تحصيل حاصل، لأن في كل الأحوال ليفربول خلاص في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز العشرين والأخير برصيد 25 نقطة. ليفربول الحقيقة من أول الموسم ده وهو بيعاني من تذبذب واضح في النتائج خلال مبارياته في الدوري الإنجليزي. خاض 38 مباراة، فاز في 19، اتعادل في 10، وخسر 9 مباريات، وده ما كانش المعتاد قوي من ليفربول في آخر كام سنة، بس أدي نتيجته في المركز الخامس. يعني طبعا ده مش مستوى ليفربول أبدا، وحتى محمد صلاح كان يعني اليومين اللي فاتوا كان فيه صور كتيرة جدا وكلام وتقارير اتعملت وصحف تحدثت عن شعور محمد صلاح بالغضب، وعنده روح مش روح انهزامية، لكن هو كان عبر ان هو حزين جدا من المستوى اللي هم واصلين له، ان هم مش بيحققوا المطلوب، مش بيحققوا المرجو. فهو عارف وهو شاعر بده، وعارف ان كمان عليه العيب الأكبر يا كريم طبعا. لان الجماهير بتحمله خساره او مكسب ليفربول. يعني دي حاجه حلوه اعتقد في الاول في الاخر لما الناس تبقى شايفه انت الاساس في نجاح الفريق او لا او عدمه زي ما بتقال، بس طبعا ده بيعمل بريشر كبير جدا، بيعمل ضغط كبير جدا على اللاعب. وبالتالي كان بيعبر محمد صلاح بنفسه، مش حد استنتج ده، هو عبر قد ايه هو حزين طبعا للمستوى اللي ليفربول وصل. طبعا ده شيء او ده خبر يحزننا جدا، وتوجه بالاعتذار حتى لجماهير ليفربول في كل مكان، وقال احنا خزناكم وخزنا انفسنا. فعشان يوصل المرحلة دي من الإحباط حاجة مش لطيفة، لكن الحقيقة أي شخص عنده تحمل للمسؤولية كما هو الحال مع محمد صلاح أكيد لازم يتهز ويترجى نتيجة الوضع الغير مرضي بالنسبة له هو شخصيا، قبل ما يكون غير مرضي بالنسبة لجماهير ليفربول في كل مكان. نتمنى إن شاء الله أن المواسم الجاية نشوف ليفربول كما عهدناه في آخر كام سنة. تعال بقى نروح لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي. أيوه
نبدا طبعا بالنرويجي النجم النرويجي ايرلاند هالاند مهاجم مانشستر سيتي، فاز بجائزه هنا الحذاء الذهبي لافضل هداف في مسابقه الدوري الانجليزي الممتاز، بنتكلم خلال الموسم الجاري 22 23. طيب الترتيب كان كالتالي، عندك اول حاجه ايرلينغ هالاند 36 هدف، هاري كين 30 هدف، ايفان توني 20 هدف، محمد صلاح 19، ويلسون 18، ماركوس راشفورد 17، مارتن اوديغار 15، وجابرييل مارتينيلي 15 هدف. تعالوا بقى نروح لكريم بنزيما، كمان توج كريم بنزيما بجائزه افضل لاعب فرنسي للمره الثالثه على التوالي والرابعه في تاريخه، وطبعا هي الجائزه الممنوحه من اتحاد اللاعبين المحترفين. كريم بنزيما خاض حتى هذه اللحظه في الموسم الحالي 42 مباراه مع ريال مدريد في جميع البطولات اللي شارك فيها الفريق، سجل خلالها 30 هدف وصنع 6 اهداف، وعلى مستوى الدوري الاسباني شارك في 23 مباراه سجل خلالها 18 هدف وصنع 3. كمان شارك بنزيما في 10 مباريات في بطوله دوري ابطال اوروبا سجل خلالها 4 اهداف وصنع هدف، طبعا بخلاف تسجيله لهدف في السوبر الاوروبي ومثله في كاس العالم للانديه واربعه اهداف في كاس اسبانيا. نروح لاخر خبر معانا في الفقره الاولى، وكانت عن جزر المالديفز اللي اطلقت اسم الاسطوره طبعا البرازيلي. بص هو رحل زي ما بنقول اسطوره او الاسم بيرحل لكن اعماله وتاريخه بتبقى. شوفوا بيليه رحل من قد ايه تقريبا، لكن احنا لحد دلوقتي لسه بنتكلم عنه. طبعا الاسطوره البرازيلي الراحل بيليه اللي اطلقت المالديفز اسمه على احد ملاعبها استجابه لاقتراح رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم طبعا انفانتينو بعد رحيل الاسطوره البرازيلي اللي كان في ديسمبر 2022. افتتاح الملعب كان خلاص تم بأيام قليلة جدا ماضية وكانت باسمه، وكانت في مباراة ودية كمان بالمناسبة جمعت المنتخب هناك، منتخب يعني المالديفز المنتخب المحلي. وعايز أقول لك يا كريم ناس كتيرة جدا استعدت بالموضوع ده، حتى انفانتينو نفسه وجه الشكر للأهالي أو لأهل المالديفز، هو قال بيليه سيعيش إلى الأبد وسيظل معنا دائما، ومن المهم بمكان أن يتذكر كل صبي وفتاه من الجيل الحالي والاجيال القادمه بيليه. اجدد شكري لشعب المالديف. هو مين يقدر ينسى بيليه، ومين يقدر ينسى ايقونات كره القدم اللي حببونا اصلا في متابعه الماتشات؟ يعني بيليه ده اسم استثنائي بكل ما تحمله الكلمه من معنى. طيب احنا كده نكون خلصنا خلاص. لو انت في حاجه عايز تضيفها اتفضل. لا انا اكتفي بهذا القدر، بارك الله في المرازق، الحاجات دي لما بتزيد بتتنزل. صح. فنطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. عودة من جديد لعشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. والحقيقة منتخبنا للكرة الشاطئية عامل شغل ممتاز جدا في الفترة الأخيرة، وحقق مؤخرا بطولة كأس العرب بعد منافسات قوية في هذه البطولة اللي أقيمت في المملكة العربية السعودية. النهاردة منورنا نجمين من نجوم الفريق، هما هيثم عاطف ومحمد عبد النبي. صباح الفل عليكم منورنا. أهلا بيكم. أهلا بيكم صباح الهنا. وقبل ما نخش في أي تفاصيل لو تسمحوا لنا بس نعرف الناس، لأن كنا بنتكلم أنا وكريم في النقطة دي، مش كل الناس عندها معلومة يعني إيه كرة القدم الشاطئية، ويقول لك طب هي دي رياضة بجد ولا دي حاجة للتسلية؟ للأسف لسه في ناس ما تعرفش، فممكن نبدأ نشرح الرياضه دي دخلت امتى مصر تحديدا. محمد وهيثم اللي يحب منكم يبتدي. اتفضل يا هيثم. هو لعبه كره قدم شاطئيه من 2006، وممكن الناس ما تعرفش يعني ايه كره شاطئيه، هي علشان ما فيش دوري كره شاطئيه في مصر. هو ده يعني الحظ السيء اللي هو في هنا في منتخب مصر. لو في دوري كره شاطئيه في مصر كان منتخبنا متصنف، انا كنت شايف اللي هو كان تاني اول او تاني في العالم. احنا منتخبنا متصنف في العرب، احنا اول تصنيف تالت او رابع. اوكي. وان شاء الله يعني احنا دلوقتي احنا وصلنا كاس عالم، وبعد كاس عالم ان شاء الله احنا بنفكر في كاس العالم ان شاء الله، احنا نلعب على ميداليه ان شاء الله في كاس العالم. حلو جدا. ان شاء الله. بدايتكم بقى جت ازاي مع كرة القدم الشاطئية، واشمعنى كرة القدم الشاطئية؟ يعني عادة الناس اللي بتحب تلعب كورة غالبا ما بتحب تلعب الكورة بشكلها الكلاسيكي المعهود، ايه اللي وداكم لكرة القدم الشاطئية؟ هو احنا حضرتك يعني بداية كرة شاطئية، اكمل على كلام هيثم، احنا كرة شاطئية من 2005 2006 بدأت، بس يعني كرة شاطئية في مصر مش واخدة اهتمامها خالص. هي كده بدأت متأخر نسبيا. طبعا. عايز اقول لحضرتك اللعبة دي بره مصر في حته ثانيه خالص، يعني حتى عندي في الدول العربيه اللعبه واخده اهتمام رهيب،
اهتمام رهيب جدا، جماهيريه عظيمه. احنا لعبنا 5 كاس عالم قارات في دبي، طبعا ما حدش في مصر يعرف عننا حاجه. احنا واخدين مرتين رابع في كاس عالم قارات، واخدين برونزيه في دوره العاب اولمبيه بحر ابيض متوسط، واخدين فضيه في ايطاليا بسكارا، برضو ما حدش يعرف عننا حاجه. الحمد لله لسه صاعدين كاس عالم اول مره في التاريخ من 17 سنه اللعبه، بقى لها 17 سنه في مصر اول مره نصعد كاس عالم، الحمد لله ربنا كرمنا. بعد كده رجعنا من صعودنا لكاس العالم، ربنا كرمنا بطل العرب بفضل الله. يعني عايز اقول لحضرتك ان احنا يعني زي ما بقول كده بننحت في الصخر، اللي هو حضرتك ما فيش دوري، يعني جهود رهيبه رهيبه ان احنا نعمل الانجازات دي كلها بفضل من ربنا علينا. طبعا بنحمد ربنا على التوفيق. في سكارا مدينه جميله طبعا، طبعاً. حاجه زي المعموره زمان، يعني هو اقرب يمكن للمعموره والمنتزه زمان، جميله تحس فعلا ان هي حاجه كده فاني، يعني حاجه بس طبعاً. بصراحه الحمد لله يعني ربنا كرمنا الحمد لله وشكر لله. احنا بس الموضوع كله ان احنا ما عندناش دوري، فهو ده اللي مصعب الموضوع، ان احنا لعيبه بنجيبها. يعني الجهاز الفني طبعا بنشكره على المجهود اللي بيعمله، بيجيب لعيبه من الملعب ال11 ولعيبه من الملعب من الدوري الخماسي كره قدم الصالات، وبيبدا يدمج بين اللعيبه ديت. بعدين بنعمل يعني. بالظبط كده. وبعدين تبص لحضرتك بقى ايه، عايز تشتغل تكتيك، وعايز تشتغل احساس الرمله، وعايز تتاقلم على الرمله، فهو الموضوع بالظبط كده. بس الحمد لله يعني مع الممارسه ومع الخبرات، احنا الحمد لله انا ليا 10 سنين في منتخب مصر كره شاطئيه بفضل الله الحمد لله، والحمد لله ربنا كرمنا يعني الحمد لله. طب ممكن اسالكم حاجه؟ يعني بنتكلم عن رياضه انتوا اخترتوها وهي اصلا مش واخده الدعم الاعلامي ولا حتى هنقول الدعم المجتمعي او غيره، وفي نفس الوقت انت في اتحاد اصلا، يعني انتوا تابعين الاتحاد المصري لكره القدم ده بقاله كام سنه تحديدا؟ انت بتتكلم من الاتحاد المصري بقاله لا بتتكلم على تبعيتكم ليه من اول ما اتعملت اللعبه طيب انت بتتكلم 17 سنه في مصر بالظبط، من 17 سنه لحد دلوقتي انتوا مش شايفين ان الرياضه دي بتاخد حقها، ليه اخترتوها؟ وده تكمله لسؤال كريم. وتاني حاجه، من وجهه نظركم فين الازمه؟ هل هي ازمه اعلام، ولا الازمه ازمه اهتمام، ولا الازمه ازمه اتحاد، ولا الازمه ازمه ايه؟ لان انا شايفه ان انتوا بتحققوا بطولات فديفنتلي دي متغطيه، فين المشكله؟ هو حضرتك الازمه ازمه زي ما حضرتك بتقول، الازمه ازمه اعلام. اما حضرتك الانجازات دي كلها واحنا لسه راجعين من بطوله عربيه واخدينها وصعدنا كاس عالم، ما نشكر حضراتكم طبعا الاول اللي انتوا يعني مع كل الالعاب بامانه، ده دورنا انا طبعا. متابع البرنامج بامانه في كل الالعاب، يعني تكريم العاب فرديه، العاب جماعيه، كل الالعاب. شكرا. احنا يعني كنا عندنا عشم في ربنا اللي احنا نيجي نلاقي الاستقبال حاجه ثانيه في مصر. في مصر بالظبط، احنا راجعين بطوله عربيه، بطوله رسميه. صحيح، بطولة رسمية. احنا كان عندنا عشم في ربنا اللي احنا الاستقبال كان يبقى حاجة تانية، بس ان شاء الله احنا نوعد الناس اللي احنا منتخبنا كمنتخب كرة شاطئية، احنا بنعتبر نفسنا اللي احنا أسرة مش منتخب، احنا كلاعيبة كلنا احنا أسرة واحدة، وده اللي مخلينا احنا نحب بعض. يعني احنا بنحب بعض، احنا اللاعيبة دي يعني بالنسبة لنا احنا يعني بتشوفوهم اكتر من افراد في العيله عندكم. اكتر ما في العيله بالظبط، ما كانتش المحبه دي حاضره وبقوه ما كنتوش هتحققوا النجاحات. هو ده اكيد النجاح. يعني احنا مع الجهاز الفني اللي موجود حاليا بنحس ان احنا فعلا مش جهاز فني ولعيبه ولا خالص، بره الملعب وجوه الملعب حتى تحس ان احنا يعني ايه في بينا ترابط غريب، لان احنا على طول معسكرات، لان احنا لو ما عملناش معسكرات مع اللعبه ديت مش هننجح في اي حاجه. وانتوا بالمناسبه يعني عشان برضو ناخد خلفيه كده عنكم، طبيعه اشغالكم، طبيعه دراساتكم، سواء الدراسه ليها علاقه بالرياضه او لا. هو احنا يعني احنا الاغلبيه عندنا في المنتخب كلنا مخلصين، يعني الاغلبيه مخلصه دراسه واغلبيتنا متجوزين ومخلفين الحمد لله. الحمد لله. يعني انت متجوز ومخلف؟ انا عندي 5 اولاد. الله بصلي على النبي. ما يبانش عليك، ما يبانش عليك يا عم. احنا عندنا مشكلة تانية كمان حضرتك، مشكلة الأندية في مصر عامة، في مشكلة من ناحية المنتخب، يعني بنيجي في أوقات نخسر الأندية علشان خاطر المنتخب، لما يجي لي فاكس أنا من نادي من المنتخب للنادي، في أوقات المدرب ما بوافقش على الفاكس، ده بتبقى مشكلة، بسيب النادي تاني سنة النادي بمشي من النادي. يعني هو هيثم عايز اوصل لحضرتك يعني ان احنا لما بنبقى في المنتخب وبيتبعت لنا فاكس عن النادي، احنا بنلعب ملعب 11. يعني مثلا المنتخب يعني كلنا كل اللي بيلعب منتخب مصر الكره الشاطئيه كل دول بيلعبوا ملعب 11، فلما بيجي لهم فاكس من اتحاد الكوره على النادي
في ساعات انديه كتير بترفض، يعني هيثم حصل له مشاكل في النادي بسبب موضوع المنتخب رغم انه راح امثل بلدي، يعني انا رايح العب باسم منتخب مصر طبعا. فده حاجه اصلا يعني شرف لاي حد يعني بالظبط شرف لاي حد يقول لك لا اصل دي لعبه غير اللعبه واحنا محتاجينك في الدوري. حضرتك بحطك في موقف وقتها ايه بقى للمنتخب للنادي، ما هو بيقول دي انا اول مره اسمعها الصراحه. هو حضرتك المدير الفني بيقول ما فيش تاجيل ماتشات، وقتها بيقول لك انا محتاجك، بيحطك في مقارنه للمنتخب النادي، وقتها احنا كلاعيبه بنختار المنتخب. هل طبيعه ممارستكم لكره القدم الشاطئيه ممكن او مش انتوا شخصيا عموما اي لاعب بيلعب في ملعب 11 وبيلعب مع احنا كلنا يعني بنلعب 11 بشكل معتاد، هل في ممارسه كره القدم الشاطئيه ما يعرقل تمريناته في كره القدم لا العاديه؟ لا 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 بالعكس ده بيخدم، المفروض ان هي بتاهله اكتر وبتزوده. هو بيخدم بالعكس ده بيرفع عندي اللياقه البدنيه، بيرفع عندي قوه التحمل، بيرفع عندي المهاره لا طبعا الكنترول بيعلى طبعا، لان انت بتشتغل على الرمله لما بتطلع من الرمله التمرينه في الرمله يعني ماكسيمم 5 تمارين في النجيله طبعا، يعني انا مثلا لو اشتغلت على الرمله وحده تدريبيه اكني اشتغلت 5 وحدات تدريبيه على الملعب النجيله طبعا. والحس التهديفي بيزيد، انما هو كان حضرتك بزيد كان في كذا كذا لاعب فعلا عندنا عنه بالموضوع ده. يمكن انا بالنسبه لي النادي عندي انا بلعب في نادي اورنج، النادي عندي بصراحه متفاهم جدا الموضوع ده، متفاهم جدا جدا وعمره بصراحه ما اثر معايا في اي حاجه في الموضوع ده. المنتخب رقم واحد، هنا اصلا احنا بنلعب كره في مصر عشان المنتخبات بالزبط. يعني رقم واحد كلنا عايزين نخدم وانت المنتخبات، وانت هتبقى اضافه ليه لما يبقى اسمه لاعب عنده بيمثل منتخب مصر طبعا. شرف شرف لاي نادي شرف لاي لاعب ان هو يلبس تيشيرت منتخب مصر او يلعب باسم منتخب مصر. انا عايز اسالكم حاجه ثانيه، انتوا بتشتغلوا حاجه بجانب الرياضه ولا يعني في دخل اوريدي بيجي لكم من الاتحاد او من البطولات اللي بتاخدوها ولا منين؟ احنا بيبقى الدخل بالنسبه لنا طبعا من الاتحاد، بيبقى لما يبقى عندنا معسكر بيبقى لنا بوكيت ماني في المعسكر، لما بنلعب بطوله بناخد مكافئات البطوله. انت عايز 5 اتحادات ترى اكبر 5 عيال اتحاد مين اللي هيكفيك يا عم؟ لا والله الحمد لله يا ربنا كرمنا، ربنا يرزقك برزقهم ويفرحك بيهم. انا الحمد لله يعني في شغل بره شغال فلازم مدرس تربيه رياضيه وهيثم لا انا النادي الكوره والكوره. انت مش متجوز شكلك؟ لا لسه هيثم مش هتجوز كده، قال لك انا الدخل هو بالنسبه له الموضوع بسيط. اعتقد وانتوا تصلحوا لي مش هيكون كافي. لا لا مش هيكون لا بصراحه لا. الموضوع صعب شويه بس احنا عايزين شويه يعني اهتمام شويه عشان يبقى في راحه نفسيه اكتر. على فكره انت فكره ان بطل ومش بطل عادي، بطل حاصل على بطولات يطلع يتكلم في منابر اعلاميه يقول انا محتاج دعم مادي، دي مش حاجه تقللك، هو ده حقك يعني ده حقك اصلا ان انت يبقى عندك الدعم المادي الكافي وان انت تقدر من خلاله يبقى فيش عراقيل ان انت تكمل المسيره، انت بتمثل مصر في الاخر. احنا والله كمان يعني احنا كلاعيبه حاسبينها كمان معنويا، نحس ان احنا لما بنلعب باسم بلدنا بره المصريين كلهم بره بيجوا لنا بيبقوا شايلنا من على الارض شيل، برجع بلدي بحس ان انا مش نفس اللي انا اخدته بره اخدته جوه بلدي، طب ما انا عايز احس بيه جوه بلدي في وسط اهلي في وسط حبايبي في وسط اصحابي. ايه اللي انت اخدته بره ومش لاقيه هنا؟ او انت حتى من خلال مشاركاتكم في بطولات مختلفه وتلعبوا منتخبات دول مختلفه وكره القدم الشاطئيه ممكن تبقى يعني رياضه جماهيريه عندهم اكتر من عندنا بكتير، شفتوا ايه يعني اللعيبه بره عايشه ازاي؟ دعمها جاي منين؟ طبيعه حياتهم عامل ازاي؟ لا الاهتمام مختلف طبعا، يعني زي الامارات زي السعوديه، يعني احنا الحمد لله احنا الفرق دي المنتخبات دي كلها احنا بنكسبها، احنا اقوى منهم في كل حاجه توفيق من عند ربنا، بس هم عندهم الاهتمام زايد شويه، عندهم الاهتمام. امال البرازيل مثلا وايطاليا وفرنسا وضعهم ايه؟ البرازيل دول في حته ثانيه. الدول العربيه مهتمين كده. اقول لحضرتك البرازيل ولا حاجات دي في حته ثانيه. احنا كسبنا ايطاليا في كاس القارات، احنا كنا لعبنا ايطاليا في كاس القارات في دبي وكسبنا ايطاليا وكسبنا اسبانيا. خسرنا من البرتغال ضربات جزاء اخر ماتش مع البرازيل، البرازيل كسبتنا 5-3 على التالت والرابع في كاس القارات. احنا الحمد لله انا جايب جون في البرازيل بفضل الله مصنف من احسن 10 جون في العالم. احنا بنروح بره وفعلا زي ما بقول لحضرتك ارجع للنقطه دي تاني، احنا بره في اهتمام بالكره الشاطئيه غير طبيعي زيها زي الملعب ال11 بالظبط بره مصر في دبي وفي السعوديه. السعوديه عامله 4 بطولات ورا بعض في 3-4 شهور. هما ليه من وجهه نظركم هل هي مثلا الناس بتاخدها ان هي كره قدم شاطئيه فهي حاجه ليها علاقه بالتسليه بالرفاهيه بالفن؟ يعني انا عايز افهم الناس واخدها فكره تانية زي الفولي اللي هي اللعبه
كل البطولات، لا يعني في بطوله افريقيا احنا لسه واخدين فضيه في افريقيا الحمد لله، لاعبين نهائي مع السنغال وعندنا بطوله شمال افريقيا موزمبيق وصعدنا الحمد لله منها جداً. كاس عالم جينا من افريقيا الحمد لله ربنا كرمنا بطل العرب، فبرضه الحمد لله احنا بس تعرف يعني السؤال او التعقيب بتاع نهواند ده ليه جاي من فين؟ جاي من فكره ان كره القدم بكل اشكالها هي معشوقه العالم كله. بالظبط شاطئيه بقى ساحليه صحراويه طالما كره قدم دخلت الكوره خلاص الناس بتحب كره القدم فعلا. ليه الجاب كبير قوي في الاهتمام وفي الرعايه وفي حتى في الجماهيريه والشعبيه؟ بس بصراحه حضرتك هو بدأوا يعني بدأ الاتحاد في دوري قريب، دوري كره شاطئيه قريب ان شاء الله احتمال الشهر الجاي. احنا نشكر بصراحه الحاج محمد ابو الوفا بامانه يعني بدعم المنتخب بصراحه بكل قوته بحاجه محترمه جدا. الحاج عامر حسين معانا جهاز فني محترم جدا، ما بيتعاملش معانا اللي هو جهاز فني واحنا لعيبه، اللي بيتعامل معانا اخونا الكبير يعني كابتن مصطفى لطفي او كابتن احمد عيد زي ما قلنا لحضرتك وكابتن محمد فوزي احب اوجه له 1000 مليون سلامه، لسه عامل عمليه قريب مدرب الحراس. كابتن عباس، الدكتور محمود، الدكتور اكمل، اللعيبه كلهم الرجاله اخواتنا، احنا نعتبر كلنا ان احنا اسره واحده زي ما انا قلت لحضرتك. يعني حضرتك كابتن مصطفى سمير كابيتانو، كابتن حسان، ابراهيم حسن، عبد الرحمن. طب الوزاره دورها ايه يا هيثم محمد؟ والله حضرتك الوزاره انا كنت يعني ما كنتش حابب ان حضرتك تفضيلها من الناحيه دي. لا بس على فكره احنا بص دايما لما بنستضيف ناس ونسالهم عن اي حاجه او حتى مشاكل بنقول لهم احنا مش بنسمع او بنسالكم عشان ننتقد، احنا بنسمع عشان نحل. وانا متاكده ان الوزاره ممثله في دكتور اشرف، وانا قابلته كتير وهو يعني وزير موجود في كل الاماكن بصراحه وفي الاماكن الميدانيه على طول موجود. هو موجود فعلا وتتكلم معاه عادي، يعني تخش وتتكلم معاه عادي مفيش حاجه خالص. فهو لو هيسمعنا وانا متاكده ان هو هيسمعنا ممكن يحل. هو احنا حضرتك فقول لنا بالظبط ايه المشكله. هو احنا والله هو يعني احنا كنا متعودين منه دايما ان هو في ظهر اي حاجه ناجحه كويس، ودايما بيبقى سبب رئيسي. احنا كنا عشمانين بس في ان هو لما رجعنا من بطوله افريقيا وصاعدين كاس عالم كاس عالم احنا بنشوفه. يعني احنا لما انا ببقى قاعد في وسط ولادي في البيت مع زوجتي واولادي بتفرج على التلفزيون بلاقيه في كل حته بيكرم كل لعبه. طب احنا صاعدين كاس عالم وانجاز 17 سنه اول مره تحصل في تاريخ مصر. العالم كله بره بارك لنا، يعني العالم كله العرب، الكويت، زمايلنا بتوع منتخب الكويت كلمونا باركوا لنا، زمايلنا بتوع السعوديه بتوع الامارات، لان اول مره تحصل. احنا حاولنا كتير، كنا دايما ناخد برونزيه في افريقيا، واللي بيصعد اول وتاني بس اللي بيصعدوا كاس عالم نظام البطوله كده. فكانت تيجي على اخر مره في سيمي فاينل، يعني في سيمي فاينل كان في شرم الشيخ خسرنا من نيجيريا في اخر 20 ثانيه. طب انتوا تواصلتوا مع الوزاره؟ لا وقلت لها قلتوا يعني هو احنا محدش يتواصل معانا قلت لهم الكلمتين دول؟ لا 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 مفيش ولا حد يتواصل معانا ولا. بس احنا بصراحه الاتحاد الكوره انا كمحمد يعني من كباتن المنتخب بشكرهم جدا، بشكر طبعا زي ما الكابتن هيثم قال بشكر الحاج محمد ابو الوفا. بصراحه الحاج محمد ابو الوفا يعني عايز اقول لحضرتك في ظهرنا في كل حاجه، ما بنلحقش نطلب الحاجه باللي عملها لنا بصراحه. يعني انا مش عارف لما مهما نشكر فيه على اللي هو عمله، ان هو الحاج عامر حسين احنا بنروح معسكرات في اسكندريه. ماشي هم مين دول؟ الحاج مجلس اداره، عضو اتحاد الكوره، عضو مجلس اداره اتحاد الكوره، ومجلس اداره الحاج عامر حسين. عامر حسين عضو مجلس اداره اتحاد الكوره ورئيس لجنه المسابقات. الحاج عامر حسين. انتوا بتتكلموا على الاتحاد. عمال هقول لك اللخبطه دي كلمه الحاج هنا. الحاج بالظبط كده، هو ده هو بره المجال. يعني حضرتك ان احنا عيله بتقول له الحاج، احنا عشان احنا زي ما قلنا لحضرتك احنا عيله، فما بنقولش يعني زي ما متعودين واحنا قاعدين مع بعض، فالكلام بيبقى على المعتاد. بنقول لحضرتك ان احنا اسره كلنا. تمام، احنا اللعيبه كلنا اسره. هي دي نقطه ايجابيه اللي انت بتتكلم. لا لا بصراحه هو على طول معانا، ويعني عمرهم ما قصروا معانا في حاجه. والحاج عامر حسين برضو يعني انا كلمه الحاج على لسانه. لا لا طبعا، لا هو الناس القريبين بيقولوا لهم الحاج. انا عارفه بس يعني ما ربطتش بصراحه. لا فهم بصراحه حتى ما بنروح اسكندريه فعلا لا احنا بنحس ان احنا منتخب مصر. احنا اسكندريه اهتمام، ملعب عملوا لنا ملعب
ما كانش عندنا ملعب شاطئيه ليق بمنتخب مصر. لا اسكندريه باسكو منطقه اسكندريه سيدي بشر. الله الله الله. لا لا جميله وجو على البحر وحاجه كده. مصر عشان اسكندراني برضه انت عارف اللوكيشن فيه. ايوه كنت تقولي قاعد بشجعكم بره مره من المرات. وعايزين نقول لكابتن محمد فوزي طبعا هو مدرب حراس مرمى وكان الكابتن بتاعنا في المنتخب بعد بنقول له الف سلامه عليه طبعا ان هو لسه عامل عمليه من يومين بعد ما رجعنا من كاس العرب. هي دي طبعا حضرتك الضريبه بتاعت البطوله. الحمد لله والشكر لله يعني ربنا امهلنا بالسلامه. وكابتن هيثم برضه كمل على كلامه احنا بنحب نشكر كابتن احمد ابو سريع بعدها بنشكر كابتن مصطفى لطفي المدير الفني. كابتن احمد ابو سريع برضه معانا بصراحه يعني اخ في الملعب وبره الملعب بيكملنا على طول لحقنا على طول بصراحه يعني احنا مش قادرين مهما نشكر في الجهاز الفني وفي الحاجه يا عامر والحاجه محمد مش هنديهم حقهم بصراحه. انتوا بالمناسبه حد معاكم في المنتخب منتخب الكره الشاطئيه بيلعب كره قدم عاديه في نادي من النوادي؟ يعني انت بتلعب في نادي اورنج بتقول معاكم حد معانا كابتن باولو حسام باولو اوكي هداف الدوري الممتاز ونادي ونادي الزمالك ونادي سموحه ونادي الداخليه وكان وكان معانا كابتن عبد الواحد السيد. هو ده كابتن احمد ابو سريع وعبد الرحمن. طبعا دي بعد البطوله. ده هيثم اخيرا شفناك مبتسم. اخيرا شفناك مبتسم يا استاذ. دي احنا في الفندق دي بعد ما خلصنا البطوله واحنا ما رجعنا الفندق الحمد لله. ده الملعب حضرتك الملعب حاجة عندنا صعب جدا بتعمله ده مش سهل. سمك الملعب بيبقى 40 سنتي رمل. الحاج يعني محمد 40 ده الحاج محمد ابو الوفا بقى وكابتن مصطفى لطفي كابتن احمد ابو سريع ده الكل في الكل محمد السيد حارس المرمى كابتن زيزو حارس المرمى اسلام اينو دوت مسؤول المهمات ده بصراحه جندي مجهول في المنتخب ده الكل في الكل صراحه يعني. جندي يعني. مجهول حاجه محترمه يعني بصراحه حاجه يعني عيله فعلا. واضح ان الروح عندكم حلوه ودي والدعم المعنوي اللي بتتلقوه ده اهم حاجه يمكن هو ده اللي بيديكوا البوش ده اللي منجحنا نظر بقى. هي اللعبه بتاعتنا لو ما فيهاش روح معنويه يعني عاليه او حب او يعني احنا اصل اللعبه دي لو احنا خدناها كمشقه ما حدش هيمتك فيها اي حاجه انما احنا بناخدها باستمتاع. كره شاطئيه لعبه ممتعه جدا كلها يعني لعب جماليه. هي اصعب بالمناسبه من الكره علاش الملعب ماشي على الرمله اصلا صعب. هي منها خمس دقايق من الملعب الكبير. لو انا لعبت دي هنا اكن لعبت بقول لحضرتك سمك ارتفاع الرمله عن الارض 40 سنتي. ليها تدريبات مختلفه طبعا هي معانا مدربين بس احنا معانا مدربين بنلعب كوره متعة احنا كلنا ما عندنا كابتن مصطفى ولا هيثم عايز يقولوا ان كابتن مصطفى وكابتن احمد ابو سعيد دايما اللي بيتكلموا معانا العب ومتع نفسك لما تمتع نفسك الانتاج هيجي وبنشوف احنا كمشاهدين او متابعين لماتشات كره القدم الشاطئيه بنشوف جماليات بتمتعنا احنا كمان يعني الالعاب الهوائيه في كره القدم الشاطئيه الدبل تيك من دول ياخد قلوب اللي بيتفرجوا على الحمد لله حبيبي منطقتك انت الحمد لله والله هو بص الموضوع كله موضوع يعني طبعا شغل ملعب وتدريب كتير عليها وبعدين توفيق ربنا بقى انت بتفرق معاك في لحظه يعني هو التقدير في لحظه ممكن مره يعني انا اسف بلغه الكوره تلبس في وش رجلك في المقص نفس اللعبه ما تلبس هو انما انت حضرتك بتشتغل عليها والتوفيق بتاع ربنا طبعا في الاول وفي الاخر يعني الحمد لله. يعني بعد 17 سنه الحمد لله والانجازات اللي انتوا بتحققوها اتمنى ان الموضوع ياخد ليفل تاني خالص واتمنى من خلال قناه النادي الاهلي و10 صبح في الاهلي تحديدا ان بعد هذا اللقاء يعني يبقى فيه جديد يبقى سواء من اهتمام من قبل وزاره الشباب والرياضه وانا عارفه ان ده هيحصل بالمناسبه لان حصل قبل كده مع ابطال او من خلال طبعا النتائج والاهتمام الاعلامي والجماهيري دي حاجه انا بتمناها على هو معايا الوزير بارك لنا على البطوله العربيه على 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 تغريده كده برضو بارك لنا على البطوله العربيه طيب. بس احنا كنا عارف سامعين ان هو هيقابلنا وهيقعد معانا ويكرمنا انتوا حابين تقابلوه يعني وده طبعا اكيد طبعا احنا يعني شرف لينا طبعا ان احنا نقعد مع معالي الوزير بس يعني احنا فعايزين نحس ان احنا عملنا حاجه لمصر. ده مهم كمان ان سياده الوزير يعني يفهم بالظبط انتوا طلباتكم ايه النواقص اللي عندكم ايه طالما انتوا بتحققوا الانجازات دي وعلى مستوى الدولي في ظل يعني قله الاشكال الدعم المختلفه ما بالك لو وفرناها فان شاء الله يحصل وعن قريب وان شاء الله تنورونا مره ثانيه ونجاحات جديده نتكلم معاكم عليها. انا حابب اشكر قناه النادي الاهلي اللي فعلا دايما كده في تالق وفي تقدم وحابب اشكر
الجميل اللي هو مش سايب اي حاجه بصراحه يعني. تسلم يا محمد. وحابب اشكر حضراتكم جدا على اهتمامكم بجد، مبسوطين جدا ان احنا قعدنا معاكم النهارده والله. ده دورنا والله بالعكس، انتوا اللي مشرفينا، مش احنا اللي مشرفين، انتوا اللي مشرفينا. والاهم من ده كله التوفيق ان شاء الله لفريق الاهلي، وان شاء الله نرجع بالبطوله. ايوه، ويبقى لينا لقاء اخر ان شاء الله. ان شاء الله البطوله تكون بمباركه الاهلي وبطوله افريقيا ان شاء الله. ده الاهم ان شاء الله. باذن الله. شكرا لكم جدا، نورتونا وشرفتونا، وان شاء الله نشوفكم على خير. وخلونا نطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. الاهلي النهارده هيختتم زي ما حضراتكم عارفين مبارياته في الدوري قبل مواجهه الوداد المغربي في نهايه افريقيا طبعا. عندنا كمان ماتش مهم جدا امام سيراميكا كليوباترا، وهنتكلم كمان عن مصير محترفينا بعد نهايه الدوريات الاوروبيه زي ما كنا برضو عرضنا في بدايه الحلقه انا وكريم. خلينا نرحب على كل حال بضيفنا احمد اشرف الناقد الرياضي. بونجور جدا يا احمد، صباح الهنا عليك. صباح النور على حضرتك وعلى استاذ كريم والساده المشاهدين. منور الدنيا كلها، سعداء لوجودك معانا. وزي ما سمعت كده من الهواء عندنا ملفات كتير هنفتحها معاك النهارده. تعالى بعد اذنك نستهل الكلام او نبتديه بماتش النهارده. ماتش زي ما دايما بنقول وبصفه خاصه في الفتره الاخيره، اي لقاء للنادي الاهلي محليا غير محليا هو ماتش مهم، ولازم نتعامل معاه على هذا الاساس عشان نوصل للي احنا واصلينه ده. ده حقيقي. ماتش مهم قدام فريق جيد الى حد كبير تحت قياده مدير فني مخضرم حلمي طولان. توقعاتك ايه الماتش النهارده؟ شايف ان كابتن حلمي طولان مثلا ممكن يقفل الماتش او يعني يقفل منطقه نص الملعب ويعتمد بالكامل على الهجمات المرتده، ولا مش بالضروره ممكن يشوف جيم مفتوح؟ توقعاتك ايه الماتش النهارده؟ طبعا هو زي ما حضرتك قلت، الاهلي في المرحله دي او بشكل عام الموسم ده كل مباراه سواء على المستوى المحلي او المستوى الافريقي، الاهلي كل مباراه بياخدها خطوه بخطوه، ستيب باي ستيب. لازم كل مباراه، ويمكن مستر مارسيل كولر مفهم ده للعيبه، ان كل مباراه دي بطوله بلعب عليها، بركز عليها، لازم احقق الانتصار. ويمكن عشان كده الاهلي ماشي بخطه ثابته. يعني انا كنت شايف ان قبل مباراه الوداد طبعا اصعب مرحله للنادي الاهلي هي الثلاث مباريات اللي كانوا قبل النهائي. الحمد لله عدينا مباراتين منهم قصاد انبي وطلاع الجيش، فوز مستحق. فالاهلي ماشي بخطه ثابته جدا، الراجل شغال باريحيه، بيقدر ان هو يعمل روتيشن بين اللعيبه، يريح اللعيبه الاساسيه لمباراه الوداد. فالدنيا ماشيه بشكل كويس جدا. مباراه النهارده طبعا هتبقى مباراه صعبه، ما تقلش صعوبه عن المباراتين اللي فاتوا. يمكن انا شايفها المباراه الاصعب، لان فرقه سيراميكا كليوباترا كمان فرقه هجوميه شويه عن انبي وعن طلاع الجيش، عندها عناصر هجوميه قويه، في ميدو جابر، في صلاح محسن، في احمد ياسر ريان، في محمد ابراهيم، فعندها عناصر قويه. اعتقد ان كابتن حلمي طولان في مباراه النهارده، يعني كابتن حلمي بيلعب بتوازن شويه، شفناه مع انبي قصاد النادي الاهلي، تعب النادي الاهلي كتير خصوصا الموسم اللي فات في مباراه الدور الثاني، وكان متقدم على النادي الاهلي قبل ما يرجع علي معلول ويسجل هدفين. فلا، كابتن حلمي بيلعب بتوازن الى حد ما، يعني هيلعب بتوازن، بس في نفس الوقت هيبقى ليه شكل هجومي، هيحاول يباغت النادي الاهلي بشكل مبكر في البدايه علشان يقدر ان هو يصعب الامور على النادي الاهلي. فده لازم نخلي بالنا منه. طبعا يعني هو هيلعب ب 4 2 3 1 اعتقد، وهيلعب بشكل هجومي شويه زي المباراه شفنا سيراميكا كليوباترا في المباراه الاخيره قصاد فيوتشر، خسر 1-0 اي نعم، لكن كان ليه محاولات كتير، لعب بشكل هجومي. فاعتقد ده اللي هيبدا بيه النهارده قصاد النادي الاهلي. طب انا عايز اسالك برضو عن فكره الروتيشن، يعني ناس كتيره كانت شايفه ان الصح اللي حصل في ماتش طلائع الجيش ان انت ما يعني كان في روتيشن بين اللعيبه واديت فرصه للعيبه وريحت لعيبه، هل ده برضو المفروض ان هو يحصل مع مباراه سيراميكا واخر ماتش للدوري قبل بقى ما نروح ان شاء الله ونستعد للاهلي والوداد؟ هل بتشوف ان ده لمصلحه المباراه القادمه اللي هي البعض بيقول عليها مش الاهم طبعا، ولكن يمكن الاهم افريقيا اللي هي احنا محتاجين كل اللعيبه بكامل قوتهم بقيمه لياقتهم، بتشوف الصح ان الروتيشن يتم ولا لا بالعكس؟ اكيد طبعا، يعني يمكن المرحله دي هو خايف ان هو يحصل اي دروب، يعني مشكله اصابات، خايف من شفنا الساعات الاخيره
الناس مسكت قلوبها بعد اصابه حمدي فتحي الشناوي وحمدي فتحي، فكان في مشكله كبيره. طبعا هو النهارده مهم جدا الروتيشن اكيد، لكن اتوقع ان هو هيدي بعض العناصر الاساسيه بعض الوقت في المباراه النهارده على حسب سير المباراه. اعتقد ان هو ممكن يشرك بعض العناصر علشان يطمئن على الجاهزيه الفنيه للعناصر دي قبل مباراه الوداد، خصوصا ان دي المباراه الاخيره قبل مباراه الوداد. فاعتقد ان هو هيبدا بنفس التشكيل تقريبا اللي لعب مباراه طلائع الجيش، وهيدي بعض العناصر الاساسيه في الشوط الثاني. على ذكر الوداد بقى، تعال نروح شويه للماتشين دول ذهابا وايابا، وتوقعاتك فيهم ايه؟ وفي ضوء مشاهدتك لي يعني مشاركه الوداد المغربي في النسخه دي من بطوله افريقيا. والله هو الوداد مشي بشكل تصاعدي مشابه جدا للنادي الاهلي في بطوله افريقيا، يعني برضو كان بادئ بشكل مش جيد في دور المجموعات، خسر قدام شباب القبائل، وبعد كده بدا ان هو الامور تتظبط معاه، بدا ان هو يجمع نقط، صعد مركز اول، فالفريق تدريجيا في تصاعد، ومع رحيل كارلوس جاريدو والتعاقد مع المدرب البلجيكي سيفن فاندن بروك، الفريق تطور جدا. يعني شفناه في اخر ماتشين قصاد سان داونز، فريق يعني فريق تكتيكي بشكل كبير، قدر ان هو يحقق اللي هو عاوزه وياخد بطاقه الصعود ويفاجئ كل، لان كانت معظم الحسابات ماشيه بسكه ان غالبا سان داونز هيكون هو اللي في النهائي. فاجئ الكل في مباراه العوده، المدرب بتاعهم هادي جدا، شبه يعني اسلوبه والتكتيك بتاعه قريب شويه من مستر كولر، المدرب هادي جدا، قدر ان هو يحقق اللي هو عاوزه. فالماتشين صعبين جدا جدا، ولازم مباراه الذهاب اللي في القاهره اهم حاجه، اهم حاجه ما يدخلش اهداف، يعني ما يسكنش شباك النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله اهداف، دي اهم حاجه في مباراه الذهاب. ثانيا نفكر في الفوز وازاي ان احنا نسجل اهداف. شفنا يعني انا اتمنى ان يبقى سيناريو مباراه الوداد شبيه شويه من مباراه الرجاء، اللعيبه كان عندها صبر كبير، قدرنا ان احنا نسجل هدف في اخر الشوط الاول، وقدرنا ان احنا نسجل هدف في الشوط الثاني. فاتمنى ان سير مباراه الوداد يبقى مشابه لمباراه الرجاء باذن الله، ونكسب ان شاء الله على الاقل 2-0 يعني. طيب بص يا احمد، انا وكريم هنروح معاك محليا ونروح شويه عالميا ونرجع تاني. انا عايز اروح معاك بصراحه لليفربول ومحمد صلاح، وبقالنا فتره طويله من بدايه الموسم بنقول ليس الموسم الافضل لليفربول، واتكلمنا عن الصعوبات اللي واجهته والهجوم الجماهيري اللي كان موجود عليه في الفترات اللي كان فيه تذبذب واضح في مستوى ليفربول، وقلنا حتى وقتها هو ليه الهجوم الكبير ده على محمد صلاح، ما هوش اللاعب الاوحد يعني في ليفربول عشان يتم مهاجمته بهذا الشكل. وبعد كده الدنيا اتعدلت شويه كفتها، بس هو كان ليه تصريح من يومين، مش تصريح رسمي يعني، بس هو كان اعرب ان هو حزين جدا وغير راضي وبيعتذر للجماهير عن المستوى اللي وصلوا له. فواضح ان في عدم توفيق مؤخرا مع ليفربول وصلاح. بتشوف ده عادي وبيعدي وده بيحصل مع كل الانديه العالميه، ولا اتس تايم ان صلاح يفكر في حاجه تانية؟ انا شايف ان ده بيحصل عادي جدا، والدليل ليفربول الموسم اللي فات كان راس براس مع ريال مدريد والسيتي، في سواء في دوري الابطال او في الدوري، فده بيحصل طبيعي جدا. وانا شايف ان صلاح على عكس ناس كتير بتقول ده اسوأ موسم ليه، بالعكس الراجل عامل بالظبط 46 مساهمه تهديفيه في 50 ماتش، جايب 30 جون وصنع 16 جون، ارقام كبيره جدا. يعني الراجل يعني انا معاكم ان ليفربول الفتره دي او الموسم ده كان سيء جدا على المستوى الجماعي على مستوى البطولات، لكن صلاح على المستوى الفردي كان متالق بشكل صلاح كبير. من الناس اللي دايما تعقيباتها وتعليقاتها على اي مباراه او اي فوز او حتى اي خساره غالبا بيكون كلامه متوازن قوي. المره دي يعني اخر كام يوم معظم تصريحاته حزيني حبتين، يعني هو مصرح فيها بشكل واضح بان هو حزين على اللي حاصل، وقال للجماهير احنا خذلناكم وخذلنا نفسنا. ده في حد ذاته خلى ناس نتيجه ان دي نبره جديده غير معهوده على محمد صلاح تاخد الانطباع باللي نهواند كانت بتقول لك عليه، فكره ان يمكن يبقى ان الاوان بقى، لان هو قبل كده طول الفترات اللي فاتت مفيش مره كان ليه تصريحات مشابهه. يمكن انا شايف من وجهه نظري ان محمد صلاح الفتره اللي جايه هو هيكمل مع ليفربول، انا متوقع ان هو مش هيمشي لاسباب كتير، اولها ان هو بيبحث في الفتره اللي جايه دي على الارقام الفرديه. هو صلاح يمكن خد الدوري، خد دوري الابطال،
اكيد بيقول ان هو بيبحث على القاب جماعيه، بس في نفس الوقت الراجل من الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول، ودي حاجه طبعا مش قليله جدا. يعني هو الهداف التاريخي في الدوري الانجليزي جايب 137 جون، الخامس هداف تاريخي 186 جون مع ستيفان جيرارد. فالموضوع مش سهل على صلاح ان هو يمشي، وغير كده كمان صلاح يعني دلوقتي داخل في 31 سنه، مش صغير يعني، مش هيبحث بقى على لازم يكمل مكان جديد اللي هو بناها في ليفربول. هو دلوقتي واخد وضعه في ليفربول، فاعتقد ان هو قرار ان هو يمشي صعب جدا. يعني هو واخد وضعه في ليفربول، مش هيبدا من الصفر في فرقه ثانيه، فهو اكيد هو عاوز يكمل مع ليفربول. هو اعتقد ان هو محتار شويه، بس اتمنى ان هو يكمل مع ليفربول. في ناس بتقول لك ان نهايه كل اللعيبه اللي هي الكبيره دي هيبقى في الدوريات الخليجيه، كان بدايتها كريستيانو، وبعد كده ناس كتير بترجح او بتتوقع ان برضو ميسي هيختم هناك، ومحمد صلاح. فيعني هو كلام ممكن يبقى دلوقتي الناس بتسمعه، يا ايه الكلام ده، بس هو ممكن يحصل، ممكن جدا ممكن يحصل. وخصوصا انا قريت من فتره مش بعيده ليه تصريح من كام يوم بيقول فيه ما معناه، بس ارجع اقول لك ده كلام سوشيال ميديا، الله اعلم بمدى المصداقيه اللي فيه، بس يقال ان كريستيانو رونالدو قال ان الموسم اللي جاي ده هيبقى الدوري السعودي من اقوى 5 دوريات على مستوى العالم، وان هيتم الاستعانه ب10 اسماء من الصنف اللي يخض، هيتوزعوا على بعض الفرق السعوديه. وارجع واقول لكم والله اعلم الكلام ده صح ولا غلط. انا قريت في تقرير سعودي من اعتقد من شهر تقريبا او من شهرين، ان نادي اتحاد جده بيسعى سنه 2027 ان هو يتعاقد مع محمد صلاح. ده اللي قاله التقرير. اعتقد ان السعوديه الفتره اللي جايه هي بتبحث على فكره ان الدوري السعودي يبقى زيه زي الدوريات الاوروبيه الجاذبه، نجيب نجوم عالميين، نجيب نجوم عالميين، وفي اكتر من لاعب بيتم التفاوض معاه زي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، في سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونه بيتم التفاوض معاه من اكتر من نادي سعودي، في كلام كتير. المرحله اللي جايه اعتقد فعلا الدوري السعودي هيبقى جاذب للنجوم، فممكن نشوف محمد صلاح ممكن، بس ما اعتقدش ان دلوقتي، يعني كمان كام سنه ممكن نشوف محمد صلاح في الدوري السعودي. كويس جدا. طب بالنسبه بقى للمحترفين بتوعنا، وهم بيتنقلوا حاليا من انديه مختلفه، في اللي راح الدوري الالماني، الدوري التركي وغيره، بتشوف برضو مين، سيبك من صلاح، مين من اكتر الاسماء اللي بتشدك عندنا المصريه اللي احترفت في الخارج، اللي شايف ان هو فعلا ماشي بخطوات سليمه جدا؟ يعني في اكتر من لاعب، يعني احنا شفنا احمد حجازي وطارق حامد عملوا موسم عظيم جدا مع عاملين حاله حلوه قوي مع الجمهور، جدا جدا، ومتفاعلين بشكل كبير مع الجماهير. بنبارك لهم طبعا على فوزهم بالدوري السعودي مع نادي اتحاد جده، عاملين موسم عظيم جدا. بنشوف مصطفى محمد رغم المشاكل الكتير اللي حصلت له مؤخرا في مع نادي نانت الفرنسي، لكن بيقدم موسم الى حد ما جيد. في اكتر من محترف جدا، شفنا تريزيجيه مؤخرا مع فريق ترابزون سبور مقدم موسم جيد، شفنا عمر مرموش مع فولفسبورج الالماني، يعني عمر مرموش كمان انتقل مؤخرا لنادي انتراخت فرانكفورت، هينتقل ليه ان شاء الله هيلعب معاه الموسم الجديد. خطوه كويسه جدا ليه، خصوصا نادي انتراخت بنسبه كبيره هيلعب دوري اوروبي، عنده نهائي كاس المانيا في حال الفوز بيه هيلعب دوري اوروبي، في حال لو خسر هيلعب دوري مؤتمر اوروبي، فكده كده في مشاركه قاريه هيشارك فيها عمر مرموش، وبالتالي الانظار هتكون حواليه بشكل كبير، يقدر ان هو يحقق بعد كده خطوه افضل. فالمحترفين بشكل عام الموسم اللي فات ده اللي خلص ده يعني كانوا بيأدوا بشكل كويس قوي، باستثناء اللي حصل مع مصطفى محمد ما نقدرش نقول مشاكل حصلت بسبب هو، مشاكل حصلت بسبب القضيه اللي احنا طبعا اتكلمنا عنها، والصحف كتيره بالمناسبه اوروبيه انتقدت اللي حصل مع مصطفى محمد، مش بس عربيه او اسلاميه طبعا، هي مش المشكله دي بس، هو كمان الدوري الفرنسي للمثليين، يعني هو كان في مشكله كمان موضوع ان هو الصيام وان هو ما صامش قبل الماتش، وكان في حوار كده بسبب ان مدربه السابق قال له ما تصومش، فكان في لغط كبير حوالين مصطفى محمد الايام اللي فاتت، ومع ذلك هو قدم موسم جيد جدا، وبس اعتقد ان هو مش هيكمل في الدوري الفرنسي بسبب المشكله الاخيره هل دي. هل فعلا ممكن الموضوع يتصاعد لهذه الدرجه؟ يعني هو عندهم في وده المرجح في اوروبا تحديدا
الموضوع ده عندهم مفيش تهاون. بس هو مش اخبار يعني، ما ده اللي انا مش فاهماه. كنت لسه بنتكلم في النقطه دي. يعني مش عايزه تشاركي معانا، مفيش مكان. يعني الحريات، فكره ان انت بتؤمن بالحريات، الحريات معناها ان انا مش بس اسمح لك ان انت تمارس معتقداتك، ان انت كمان تسمح لي أكيد. ان انا اعترض لو انا عايزه. يعني هي دي النقطه اللي هم مش قابلينها. حتى بمناسبه مصطفى محمد، حصل نفس الموقف الموسم اللي فات مع اللاعب السنغالي إدريسا جانا جايه، ورفض بشده وتم استبعاده، كان مع فريق باريس سان جيرمان وبعد كده مشي من باريس سان جيرمان، يعني ما كملش مع الفريق. فاعتقد ان ده كمان هيبقى مصير مصطفى، ولو في حال رحيله هيرجع لفريقه. طبعا هو منتقل لنانت اعاره من نادي جلطة سراي التركي. هي دي في برضه مشكله برضه بالنسبه لمصطفى، ان نادي نانت عايز يشتريه من نادي جلطة سراي، يفعل بقى بند الشراء مقابل، بس نادي جلطة سراي رافض. يعني جلطة سراي طالب مبلغ 5,700,000، نادي نانت رافض المبلغ ده وعاوز ان المبلغ يتخفض شوية عشان يقدر يشتريه. هيبان التوجهات العالمية والمستجدات اللي بقينا بنشوف ان هما في جهات وكيانات بل ودول في بعض الاحيان بتفرضها فرض على العالم على قد ما يقدروا. النوع ده من الاحداث، فكره سيطره افكار ومعتقدات معينه، البعض منها طبعا مخالف حتى للطبيعه، ناهيك عن انه مغاير لكل اللي جه في كل الاديان السماويه، فكره سيطره النوع ده من الافكار ومحاوله فرضها على العالم كله، الى اي درجه ممكن ينتج عنها مشاكل من النوع اللي تعرض له مصطفى محمد؟ انا بكلمك بقى هنا عن المحترفين العرب والمسلمين بشكل عام. طبعا هيبقى مشاكل كبيره جدا بالنسبه للمسلمين وحتى مختلف الاديان، يعني الموضوع مخالف للطبيعه تماما، فهيبقى في مشاكل كتيره جدا. يعني التوجه غريب بصراحه في القاره الاوروبيه، ويمكن ده هيسبب مشاكل للمحترفين العرب الفتره اللي جايه في فكره ان هم يكملوا ولا لا، وخصوصا المحترفين المصريين. يعني يمكن في لعيبه عرب بيبقوا اصلا عايشين في اوروبا، وبيبقوا سواء المغاربه او الجزائريين، فالى حد ما دول يعني الوضع الى حد ما يعني متعايشين معاه، انما احنا هنا المشكله عندنا هنا هتبقى الامور صعبه بالنسبه للمحترفين المصريين جدا. فانا اتمنى يبقى في يعني يطبق الحريات فعلا، يعني كل واحد وليه حريته، كل واحد وليه وجهه نظره. يعني انا منطق غريب بصراحه ان هم بيتم خالص. حاجه غريبه جدا. على كل حال احمد، خلينا نروح فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل مع حضراتكم وضيفنا العزيز جدا احمد اشرف الناقد الرياضي اللي لسه في ملفات كتير. طيب حديثنا اكيد لسه مستمر مع ضيفنا العزيز احمد اشرف الناقد الرياضي. احمد خلينا نخش بقى تاني ونرجع محليا، لان عندنا برضو كلام كتير جدا. احنا الحمد لله هذا الموسم نقدر نقول استعدنا لياقتنا مره تانية، استعدنا هيبتنا مره تانية. كان في دروب بسيط يمكن موسم ونص اللي فاتوا، ولكن احنا قدرنا سرعان ما نعود، ومش بنعود بس عادي، نعود بقوه، وده كان باين جدا الحمد لله محليا وكمان افريقيا. فمحليا هل انت كده شايف ان الحمد لله الجاب كبير جدا، النقاط اللي احنا حاصلين عليها حتى هذه اللحظة، مطمئنة ان الدوري ان شاء الله يحسم للنادي الاهلي بكل الاشكال بكل الحسابات حتى هذه اللحظة، وبعد كده هنتقل معاك لافريقيا؟ اكيد طبعا، يعني الدوري بشكل كبير، بس انا مش عايز اقول ان هو اتحسم، يعني لان ويمكن ده يعني عايز اشكر مستر كولر ان هو موصل للعيبة دايما ان انا لسه ما حسمتش حاجة، وان انا باخد ماتش بماتشه، لان فعلا يعني هو وفقا للمؤجلات والماتشات المؤجله وكده بالحسابات يعني انا قربت قوي، بس لسه يعني لسه جايز اخسر نقط جاي. فلازم انت شفنا اكبر دليل على كلامنا ده الدوريات الاوروبيه المختلفه، يعني لسه الدوري الالماني دورتموند وبايرن ميونخ، وشفنا قد ايه كانت الكفه رايحه لدورتموند، شفنا قبل كده نابولي، وشفنا قبل كده ارسنال، يعني كل ده بيتغير في ثانيه. اكيد ارسنال كان ليه مباريات مؤجله ما كسبهاش، اتعادل في ثلاث مباريات متتاليه، خلى السيتي رجع وتصدر البطوله. ايه نوع المفاجآت اللي ممكن تحصل من وجهه نظرك فينتج عنها ان اليقين بان الموضوع اتحسم يبقى مهزوز الى حد ما؟ يعني دلوقتي عندنا مباراه النهارده مع سيراميكا، لازم الفوز، يعني لازم في حال التعادل او عدم الفوز يعني مش هتشكل ازمه، خصوصا الفريق الحمد لله متصدر، وفي نفس الوقت في عنده مباريات مؤجله كتير. بعد طبعا بعد التركيز على نهائي افريقيا وبعد نهائي افريقيا، الفريق عنده
ست مباريات الاهلي عنده ست مباريات في الدوري الست لا خمس خمسه في الدوري عنده خمس مباريات في الدوري ومباراه في الكاس ست مباريات في 16 يوم فقط ودي مشكله كبيره طبعا. الفريق مضغوط جدا بسبب المؤجلات الكتير وكده يعني عنده يوم 22 الحرس في 25 منتخب السويس يوم 29 البنك الاهلي وفي ثلاث مباريات متتاليه مع الاسماعيلي فيوتشر والاسماعيلي والاتحاد يوم 2 و5 و8 7 في ضغط كبير فالخوف ان الضغط الكبير ده ياثر على نتائج الفريق الفريق يهتز في نقط تقع بس ما اعتقدش في ظل النظام الرائع اللي بيقدمه مستر كولر يعني بحييك جدا يعني مستر كولر هو سبب رئيسي من اسباب ظهور النادي الاهلي بالقوه دي الموسم ده رغم ان هم نفس اللعيبه اللي كانوا موجودين السنه اللي فاتت مع مستر موسيماني كان في شويه مشاكل لكن السنه دي مستر كولر ماشي بخطه ثابته بسيستم كويس جدا الحمد لله الحمد لله ما فيش اصابات حتى اللعيبه اللي كانت بتتصاب كتير الدنيا بقت كويسه معاهم جدا بسبب السيستم اللي ماشي عليه بالنسبه للحمل البدني والنظام الغذائي صحيح ده مأثر كتير بشكل ايجابي على الفريق فليه التحيه طبعا وللجهاز الفني كله طبعا. ونتمنى باذن الله ان الدوري يحسم بشكل سريع وقريب باذن الله وبطوله افريقيا باذن الله. النسخه دي من الدوري شفتها ازاي؟ يعني حجم المنافسه وحجم النديه اللي فيها يعني ومستوى الفرق المختلفه في الموسم ده شفتها عامله ازاي؟ يعني يمكن السنه دي اقرب شويه للسنين اللي الاهلي كان بيحسم فيها البطوله بدري ايام مانويل جوزيه طبعا فالسنه دي الى حد ما الاهلي كان بادئ بدايه قويه جدا اي نعم حصل شويه تعثرات في بعض المباريات اللي انتهت بالتعادل لكن مع بدايه الدور الثاني وتحديدا مع بدايه السنه الجديده نادي الزمالك طبعا الدروب اللي حصل له وفقدانه نقط كتير ده ساعد النادي الاهلي طبعا ان هو يركز اللعيبه طبعا ركزت بشكل كبير جدا ورغم ضغط الماتشات كان في كاس عالم انديه كان في دوري ابطال افريقيا لكن الفريق الحمد لله يعني ماشي بخطه ثابته ماتش بماتشه طبعا شفنا اخر 13 مباراه النادي الاهلي بيكسب 12 ماتش وبيتعادل مباراه واحده دخل في مرماه هدف واحد فقط فالفريق في تصاعد على المستوى الدفاعي وحتى على المستوى الهجومي سجلنا في 12 في 13 ماتش 28 جون ده رقم كبير جدا. طيب بص انا عايزه اروح معاك شويه برضو ونتكلم عن الناشئين ونتكلم عن الاكاديميات المختلفه لان ده ملف في غايه الاهميه وناس كتير بتقول لك لو انا ما اهتمتش بده انا ما عنديش مستقبل كره قدم اصلا مهما جبت محترفين واسماء كبيره وصرفت فلوس كتيره ودخلت رؤوس الاموال اللي انت بتتكلم عنها دايما لو انا ما عنديش البيز مظبوط انا ما عنديش مستقبل. بتشوف ازاي تقييمك برضو يا احمد من وجهه نظرك واكيد انت مطلع على العالم وكمان منطقه الخليج لان هي بالمناسبه مهتمه جدا بموضوع الاكاديميات ده وشفنا طفره حاصله هناك. الاكاديميات اللي عندنا بقواعد الناشئين المختلفه في الانديه المختلفه بتقيمها ازاي؟ ايه النواقص؟ ايه الايجابيات فيها؟ يعني بالنسبه للاكاديميات وكده احنا يعني انا شايف ان المشكله فعلا هنا في مصر بالنسبه للانديه ما بتعتمدش قوي على الناشئين يعني يعني مثلا عندنا مثلا النادي الاهلي نادي الزمالك الانديه الكبيره ما بقاش في اهتمام قوي بالناشئين فكره ان انا صعد الناشئ الفريق الاول واعتمد عليه واديله بس احنا عندنا كذا حد صعد قل شويه عن الاول او قل شويه عن الاول بتتكلم عن جيل مثلا حسام غالي وكده يعني يمكن احنا مشكلتنا برضو في مصر هنا المواهب قلت شويه ودي ازمه كبيره قوي برضو لكل فتره بيبقى لها معطياتها وبيبقى وراها اسباب معينه بتستدعي انك تاخد خطوه معينه او ما تاخدهاش أكيد. لكن يعني المبدا نفسه لا شفناه قبل كده اتحقق كذا مره شفناه اتحقق لكن مؤخرا انا شايف ان معدله هو اللي بالنسبه لك بطيء يعني بطيء جدا وفي نفس الوقت ظهور المواهب قليل يعني دلوقتي في اكتر من نادي وفي الاكاديميات نادرا لما بنلاقي برضو مواهب بارزه قوي بتظهر وقليلين جدا يعني يمكن دي مشكله ازاي طب ليه ده حاصل واحنا في بلد معديه 104 105 مليون وكره القدم في ناس كتير بتتنفسها مش بس بتحبها يعني ناهيك عن لعب كره في الشوارع والحواري والحاجات دي يعني كانت زمان الحواري لوحدها اكيد كانت
مصنع او خط انتاج لابطال في مستقبلين في كره القدم. كان ده قال لي ليه برضه؟ كان في عيون يعني، كان في كشافه، كان في عيون، كان في ناس بتنزل الشوارع، بتنزل مراكز طبعا. الشباب يمكن دلوقتي العمليه قلت شويه برضه، والفكر بقى ايه ان مثلا الكابتن الفلاني عايز يوصي على الفلان علان كده، دي المشكله. انما كان في عيون، كان في ناس بتنزل وبتروح مراكز الشباب وبتروح الشوارع والحواري في كل حته في مصر، بتختار نماذج معينه وبتختار يعني. كان عندنا يعني ربنا يديله الصحه كابتن ميمي الشربيني، كان تحت ايده ناس كتير بتنزل تروح، وكابتن ميمي الشربيني هو اللي اكتشف كابتن حسام غالي واكتشف كابتن عمام متعب. يعني دي برضو نقصانة شوية، حتة الكشافة، الناس اللي بتنزل الشوارع تبص وتشوف مين ده اللي يقدر. أصلاً أنا ملاحظ إن لعب الكورة في الشارع قليل قوي عن زمان، ما بقاش للأسف بقى التكنولوجيا وكده، مراكز الشباب والنوادي المختلفة، الأطفال الصغيرين، لا الأطفال بقى الموبايل عندهم أهم حاجة. يمكن جيل الثمانينات كله هو واول اخر الثمانينات تحديدا، اول التسعينات كانت اخر الاجيال اللي فيها لعب في الشارع والحاجات دي، بعد كده بقى خلاص يعني خالص. احنا كنا يعني اخر الجيل تقريبا، انا الجيل بتاعي كان اخر جيل، ده حقيقي والله. الجيل بتاعي اخر ناس لعبنا اولى وحاجات زي كده في الشارع. يمكن دي فعلا مشكله قلت، خصوصا بقى مع التكنولوجيا والتطور السريع في العالم كله، خلى الناس يعني اهم حاجه عندها الموبايل واللاب والسرعه اللي في الحياه بشكل عام، خلت الناس برضو مش مهتمه بفكره ممارسه الرياضه في عالم كره القدم بشكل عام. لو قارنت بين مثلا الثمانينات مثلا وبين الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، هتلاقي ان كان في زمان متعه اكتر، كان في نجوم اكتر، في لمسات فنيه من النوع اللي بتستحوذ على اهات المتفرجين اكتر بكتير قوي من دلوقتي، مع ان دلوقتي بقى في فلوس اكتر وبقى في صناعه، دي بقت قلبت تجاره كمان مش مجرد صناعه. انا وجهه نظري في الحوار ده بسبب موضوع انديه الشركات يعني انديه الشركات، وبسبب ان انديه الشركات دي ما عندهاش جماهير، ده اثر كتير بالسلب على الصناعه هنا في مصر، على كره القدم في مصر، وعلى المنتخب بشكل عام. طب انت عندك الفرق اللي طول عمرها ليها جماهير عريضه زي الاتحاد السكندري والمقاولين العرب والمصري الى اخره، كان في تنافس كبير، وكان الملاعب والاستادات بتتملي جماهير، كان بيبقى فيه كوره اكتر، متعه اكتر، وشفنا الكلام ده من فتره قريبه، مش من بعيد يعني. انا شايف انديه الشركات من الاسباب الرئيسيه ان خلت الكوره في مصر قلت شويه. طبعا غياب الجماهير، يعني اللعيب برضو لما بينزل الملعب ومفيش جمهور حواليه ده هيتأثر، لو في جمهور حواليه بيأدي بشكل كويس. وشفنا النادي الأهلي لما بيلعب قصاد جماهير بشكل كبير، جماهيره بيأدي بشكل مميز جدا، شفنا في أفريقيا في مباراة الهلال السوداني وفي مباراة الرجاء وفي مباراة الترجي الأخيرة، وجود جمهور أثر بشكل إيجابي جدا على اللعيبة، وشفنا الأداء بشكل رائع. فاللعيب المصري محتاج الجمهور، محتاج الجمهور بشكل كبير، محتاجين الانديه الجماهيريه ترجع تاني، يعني محتاجين نشوف المنصوره بلديه المحله، محتاجين نشوف غزل المحله في الدوري بشكل دايم، اسوان، الاسماعيلي يعني بيمر بفتره صعبه الفتره الاخيره، نتمنى النادي الاسماعيلي طبعا العوده بقوه وللانديه الجماهيريه كلها. بس هو الوقت بيجري يا احمد جدا، خلاص فاضل دقايق قليله، فانا عايزه استغل برضو ان احنا كنا في الفاصل بنتكلم عن كره القدم النسائيه، فخلينا برضو نروح للملف ده، لان لسه احنا بعيد قوي، خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه، احنا بعيد جدا في هذا الملف، رغم ان الفيفا فرضت، ورغم ان بعض الانديه ابتدت تاخد يعني خطوات، ومنها طبعا النادي الاهلي، احنا عندنا طبعا اكاديميه كره القدم النسائيه في النادي الاهلي، وانا عملت تقرير هناك وعرضناه انا وكريم، كان جميل جدا، وفي باشن عند البنات، وفي طموح عند البنات، وعندنا محترفات مصريات في الخارج كمان في انديه كبرى، فالموضوع مش صعب ان هو يحقق، بالتالي دلوقتي بقى في قبول جماهيري كمان في فكره دخول المراه والفتاه لكل الرياضات، لان هم بيثبتوا نفسهم، حتى العاب القوه واصلين ليها بالبطولات والميداليات اللي هي الاولمبيه يعني، فشايف مستقبل الملف ده ازاي؟ يعني انا شايف المستقبل في خطوات ايجابيه، يعني انا شايف في خطوات ايجابيه الفتره الاخيره، في تطور للكره النسائيه في مصر، اي نعم لسه مش ظاهر قوي، بس شفنا برضو منتخب الشباب في بطوله افريقيا، اي نعم النتائج ما كانتش قد كده، بس حقق نتائج، يعني الاداء الى حد ما في تطور. طبعا الالعاب الاخرى واخده حيز اكبر جدا جدا، وفي تطور كبير، شفنا النادي الاهلي في الكره الطايره وفي كره اليد وفي السله، تطور رائع للكره النسائيه. في كره القدم اتمنى ان كل الانديه يكون فيها فرق لسيدات كره قدم، سيدات في كل الانديه، ده محتاجينه جدا.
طبعا هو دلوقتي العقليه حتى البنت ان هي عايزه تلعب كوره وان هي تنافس الراجل في حاجه زي كده، لان دي المفروض ان هي دي لعبه رجالي، كره القدم لعبه رجالي بشكل عام يعني. هنا في مصر او في على المستوى العربي يعني هي بقت رجالي يعني، بس ان انا اشوط كوره مش لازم تبقى رجالي. ايوه يا عيني جابوا نفسه وبيتكلم بعفويه ومش واخد باله هو يعني هيغرس هيغرس في الرمل دلوقتي. لا هو بره طبعا ما فيش الكلام ده، بس رجالي بس قدامها استاذ. ايوه لا 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 بس لا يعني مؤخرا وفي السنين اللي جايه مش هتبقى لعبه رجالي نهائي، هي بعد كده هتبقى نسائي. هتبقى رجالي وسيدات، واتمنى ان شاء الله المنتخب مصر وكل الانديه يبقى فيه كره نسائيه والمنتخب مصر التطور. احنا بنشوف نيجيريا والجزائر مكسرين الدنيا في السيدات هنا. بحكم تخصصك وبحكم عملك في النقد الرياضي اكيد بتتابع الدوريات العالميه كلها، وعينك اكيد بشكل عام على صناعة كرة القدم في دول العالم المختلفة. احنا ليه الدوري بتاعنا مش حتى قريب من الدوريات اللي احنا كمصريين بنتفرج عليها بشغف زي الدوري الانجليزي وغيره؟ يعني في مشاكل كتير اقربها العناوين الرئيسية على اقربها ماتش امبارح مثلا، يعني كان في امبارح مباراة في الدوري انبي وفيوتشر 25 دقيقة والفار باظ. ايه اللي يعني حصل ده صحيح؟ ايه الموقف ده؟ موقف غريب يعني جدا. يعني ايه الفار يعني ما ينفعش ماتش يبدا غير ما يبقى الفار متشيك عليه. ما فيش حاجه حصلت كده، اول مره اسمع ان في مباراه بتتلعب قعدت ثلاث ساعات ونص ثلاث ساعات ونص في مباراه ماتش ابتدى لحد بالليل خلص انت الصبح. ففي انا شايف في اهمال، في اهمال في المنظومه كلها بشكل عام. المنظومه كلها محتاجه يعني انا شايف المنظومه كلها لازم تشوف النادي الاهلي مثلا وقدوه بصراحه. طب والمنتخب يعني مش مجامله، وضع المنتخب ووضع الخطوات اللي اتخذت في الفتره الاخيره في اخر شويه شهور كده تجاه تظبيط الامور في منظومه كره القدم المصريه وبين قوسين بصفه خاصه المنتخب، شفت اي تطور الفتره الاخيره؟ انا شايف في تطور من الناحيه الفنيه، يعني التعاقد مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا كان سبب رئيسي من اسباب ان المنتخب مؤخرا بدا يقف على رجله، وشفنا ده في المباريات الاخيره في تصفيات امم افريقيا، شفنا ده في ماتش بلجيكا. الاداء اختلف، الراجل بيشوف بيتابع الدوري بشكل كويس وبيجيب لعيبه من كل الانديه، ما بيجيبش من الاهلي بس او ما بيختارش من الزمالك بس او من بيراميدز بس، لا بيشوف كل الانديه. شفنا لعيب زي محمود حماده لاعب فاركو بيأدي بشكل كويس، بنشوف برضو في كلام ان تجميع بقى العناصر دي في معسكرات في وقت كافي قبل اي ماتش مهم، لان بحس ان هم اللعيبه دي تتلم قبل الماتش المهم من دول بكام يوم. يعني وده مش صح في حاله منتخب زي منتخب مصر. هو ده يعني سيستم في العالم كله، فكره ان قبل بيبقى في توقف دولي قبل المباريات سواء التصفيات او حتى البطولات الجماعيه، بيبقى المعسكر اللعيبه لسه خارجه من الانديه بتاعتها بيبقى المعسكر مش كبير يعني، بس كتر المعسكرات بشكل عام بيبقى في حاله من الانسجام، وفي نفس الوقت ده شغل المدرب. المدرب لما بيختار مجموعه معينه بيعتمد عليها بشكل دايم، اللعيبه بيحصل انسجام مع الوقت بينهم. طبعا شفنا المنتخب الفتره الاخيره الاداء اختلف، الاداء اتطور جدا، المنتخب بيأدي بشكل كويس، واتمنى ان هو الاستمرار على ده. عندنا في مباراه غينيا يوم 14/6 في المغرب، ان شاء الله باذن الله المنتخب اعتقد محتاج نقطه ويصعد امم افريقيا، ان شاء الله يفوز ويتاهل ان شاء الله. واعتقد ان منتخب مصر يعني ماشي بخطى كويسه، المنتخب الاول طبعا. اتمنى منتخب الاولمبي ليه التوفيق في امم افريقيا ال 23 سنه مع روجيرو ميكالي، نتمنى له التوفيق. المنتخب مميز وعنده عناصر مميزه جدا، ومنتخب الشباب نتمنى له الفتره الجايه الافضل يعني ان شاء الله. احمد نورتنا بجد، بنشكرك جدا، شكرا ليك. شكرا لحضرتك، شكرا استاذ كريم، وانا اسعد والله بوجودك. نورتنا وشرفتنا، وطبعا الشكر موصول لمشاهدي قناه الاهلي في كل مكان على حسن المتابعه، ونشوفكم على خير بكره ان شاء الله.